بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهداه. أما بعد، نهدي الأحبة منا أطيب الكلم وننشد الشعر تسليما على النسم من مجمع اللغة الحسناء قد سطعت أنوار علم كمن براس في الظلم فلنرسم الضاد ألوانا مزخرفة في ليلة ضيفها أقرى من الديم فرحبوا بعزيز فقهه لغة قد جاور الكعبة الغراء من قدم ومع الكرام صلاة يستهل بها على النبي الرحيم الطاهر العلم فاهلا وسهلا بكم جميعا ضيوفنا الكرام في هذا المجلس العلمي الشهري الذي انتظم عقده بكم وقد درجت العاده في مجمعكم هذا على ان يعقد مساء السبت الاول من كل شهر هجري امسيه لغويه يدعو اليها طائفه من اهل اللغه والادب والثقافه لشهود محاضره او ندوه في موضوع لغوي مهم ونحن في هذه الامسيه على موعد مع ضيف جديد جدير بالافاده من علمه وموضوع لغوي جدير بورقه المحاضر ومداخلات الحاضرين فاما الضيف فهو الاستاذ الدكتور ظافر ابن غرمان العمري وكيل كليه اللغه العربيه للدراسات العليا والبحث العلمي ورئيس مجلس اداره الجمعيه العلميه السعوديه للادب العربي استاذ البلاغه والنقد قسم الدراسات العليا بكليه اللغه العربيه بجامعه ام القرى واما الموضوع فهو بين النحو والبلاغه والان انتقل بكم الى سعاده الدكتور سعيد بن محمد القرني عضو المجمع ليفتتح الامسيه نيابه عن رئيس المجمع الاستاذ الدكتور عبد العزيز بن علي الحربي بكلمه يذكر فيها ما يناسب المقام من ترحيب وموضوع فليتفضل مشكورا ماجورا. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلقه محمد وآله وصحبه صلوا عليه وسلموا تسليما أذكرتني أذكرني هذا اللقاء لقاء كان لنا من قبل في جامعة أم القرى بدأناه بكلام الناس قبل كلام الله فذكرنا معالي مدير الجامعة جزاه الله عنا خيراً بكلام الله تعالى وبدأ هو بنفسه إماما للقاء فقرأ كلام الله تعالى ليطيب اللقاء فكل كلام دون كلام الله مبتور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وهي السوره نفسها التي تلاها علينا معالي مدير الجامعه بارك الله فيه واسال الله يجري الخير لام القرى على يديه جامعه ومجتمعا ومجمعا فكلها موصول ببعضها حياكم الله اجمعين يقول لكل غريب وحشة ولكل داخل دهشة منكم من يلقى بعضكم ويلقى بعضكم بعضا لأول مرة ومنكم من هو صاحب المكان وخير الكلام ما كان عفو الخاطر جزا الله أخانا الأستاذ دكتور عبد العزيز الحربي رئيس المجمع عنا أجمعين خيرا بما يبذله من جهود لتأليف الطاقات والموارد خدمة لهذا اللسان وقياما بوظيفته على الوجه وهو قد وإن غاب عنا ونأت الدار و أو بعدت الدار وناء المزار فهو معنا فقد ارتحل إلى القاهرة للقيام بوظيفة علمية واجتماعية في آن زار فيها مجمع اللغة العربية بالقاهرة بعد ان زار ايضا مجمع اللغه العربيه بالخرطوم من قبل من باب ان تكون المجامع مجمعا واحدا وظيفه وتعاونا وتنسيقا حتى تقوم المجامع بوظيفتها على الوجه، وكثير من الناس او من الناس من يخلط بين قولنا مجمع وجامعه وجمعيه، ولعل محاضرة او محاضرة الاستاذ الدكتور ظافر العمري رئيس الجمعية العلمية السعودية للادب العربي وكيل الكلية او كلية اللغة العربية بالجامعة لدراسات العلا والبحث العلمي تاتي من باب من هذه البابة التي يكون فيها المجمع موصولا بالجامعة والجمعية معا فجزاه الله عنا خيرا وجزاء رئيس المجمع ايضا عنا خيرا المجمع هو مفعل من الجمع هذه الالفاظ الثلاثه المجمع والجامعه والجمعيه تشترك في ماده واحده هي الجيم والميم والعين ودلالتها دلاله جمع فالمجمع اسم مكان او اسم للموضع الذي يجمع ما تفرق من علوم وفنون ووظائف وهو ايضا الجمع من الناس انصرفوا لهذا وذاك فانهم المتخصصون في فنون شتى وعلوم شتى يجمعهم مكان واحد هو مصب لتلك الانهار الجاريه التي تصب فيه ولذلك يا اخوان المجمع هو غده لتنظيم وظائف الجامعات والجمعية لأن كثيرا من الناس يخلط بإجراء هذا المصطلح على غير وجهه، فيظن انه تابع لجامعة او تابع لجمعية لا. وهو في اصل نشأته كما سيأتي مع ايضا الجمعية التي يسمونها سوسايتي، لأن نظمنا في الجملة مأخوذة عن غيرنا. لكن احيانا لا نجريها على الوجه الذي اجريت عليه في الاصل. فالجمعية نسبة الى الجمع. أناس وهي كما قلنا سوسايتي يعني ماذا؟ اجتماعي. فهي ذو همة اجتماعية غايتها في الأصل هي خلق مجتمع يعتني بأمر واحد. أما الجامعة فاسمها جامعة تجمع كليات العلوم والفنون. هذه علمية وتلك اجتماعية وهذه عقدة رابطة لتنظيم الوظائف. فينبغي يلزمنا أجمعين في الجامعات والجمعيات ان نتداعى لهذا المجمع الشبكي المكي في مكة حيث نواة الارض ان تتداعى له المجامع العربية باجمال في كل بلد عربي لان مكة لا يسعها بحال الا ان تكون نواة لهذه الخلية الحية التي يحيا فيها اللسان العربي الخالد واما آه محاضرتنا الليله فهي ساخلي بين محاضرنا وحديثه وهو اصل في بابه واساس واس فموضوعها وهو اخي بين النحو والبلاغه وهذه ذكرتني ببعض الطرف واللطائف بعضهم يقول ما الذي بين السماء والارض قال حرف الواو فيقال بين النحو والبلاغه واو مادية تخرج من الجوف او واو لينة تخرج من بين الشفتين ب... ب... بانفتاح لا بانطباق وخلي بين محاضرنا الليلة جزاه الله عنا خيرا ونحن عادة نعمد الى مثل هذه اللطائف الطرف حتى نغريه بالحديث العفوي الذي يستحث هذه العقول النيرة هذه العقول التي سبقتنا بالفضل والنبل فمنهم اعضاء اعضاء في مجامع عربية هنا وهناك بالأردن كأستاذنا الحبيب الدكتور الأستاذ الدكتور سمير الدروبي وله حقيقة تجربة ثرية مع مجمع اللغة العربية الأردني ولعله يخصنا في لقاء تال بإذن الله تعالى بما يعيننا على استشراف تلك التجربة من باب وصل مجمع اللغة العربية المكي بالمجمع الأردني أسأل الله تعالى يسدد أخانا الحبيب الأستاذ دكتور طافر العمري في أن يعني يثري هذا الموضوع وهو بحري وفقه الله فهو نحوي بلاغي أديب جمع الثلاثة أسأل الله أن يوفق ويعين وكما قلنا به توصل يوصل المجمع بالجامعة بالجمعية وفقه الله خلي بينه وبين ورقته وفي نصف ساعة إذا كذا وله وله له الزمن كله لا بأس هي النصف هذه من باب الله فقط بارك الله فيك باب ذكر الزمن حتى تستودعه الحدث الذي يعينك أظن أخذت منها طرفا ولكنك تعذرني في هذا بارك الله فيكم نعم آه السيرة الذاتية معذرة يا دكتور لأني حقيقة أنا نعم أخلي بين أخي وبين سيرة أخي الذاتية وهي ثرية بإذن الله تعالى أسأل الله أن يجزيه خير الجزاء لا 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 بأس يا دكتور من باب توفيق هذه الأعمال بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله. جزى الله سعادة الدكتور سعيد القرني عضو المجمع خير الجزاء على تذكيره الطيب وتلاوته الطيبة وكلمته الضافية. ضيفنا أيها الكرام هو الأستاذ الدكتور ظافر ابن غرمان العمري أستاذ البلاغة والنقد قسم الدراسات العليا بكلية اللغة العربية بجامعة أم القرى. وكيل كلية اللغة العربية للدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة، ورئيس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للأدب العربي، عُين أستاذا مساعدًا بقسم البلاغة عام 1428، ورُقي إلى رتبة أستاذ مشارك عام 1432، ثم إلى رتبة أستاذ عام 1439. تقلد ضيفنا مناصب وعضويات متعدده فقد رأس مجلس إدارة الجمعية العلمية السعودية للأدب العربي مرتين متتاليتين منذ عام 1434 وحتى الآن ورأس تحرير مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها من عام 1436 حتى عام 1437 وهو الآن عضو تحرير فيها وعضو فريق المراجعة الخارجية بهيئة تقويم التعليم، كما تولى عضوية العديد من اللجان العلمية والتربوية في السنوات الماضية، ودرس مقررات البلاغة والنقد لطلاب الدراسات العليا في بريدة وفي مكة، وناقش عددا من رسائل الماجستير والدكتوراة بجامعة أم القرى وغيرها. من أهم أعماله العلمية رسالته للدكتوراة، وعنوانها: مخالفة مقتضى الظاهر في استعمال صيغ الافعال ومواقعها في القرآن الكريم وقد صدرت عن مكتبة وهبة في القاهرة ورسالته للماجستير التناول البياني في تفسير فتح القدير للإمام الشوكاني وله غيرهما من البحوث المنشورة في المجلات المحكمة والآن نحيل الكلمة إلى المحاضر ليشرع في تقديم ورقته العلمية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الاولين والاخرين وصفوة خلق الله اجمعين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بطاعته ورحمته ومغفرته وأسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه المجلس في هذا المجلس العلمي المبارك أن يجمعنا في جنات النعيم على سرور متقابلين أشكر أيها الإخوة هذا المجمع المبارك على تشريفي بأن أتحدث إليكم ببضاعة مزجاة لا يخلو منها عقل أحد منكم وفي مقدمة المشكورين في هذا المجمع رئيسه الاستاذ الدكتور عبد العزيز بن علي الحربي واعضاء المجمع واشكر سعاده الدكتور سعيد بن محمد القرني الذي قدم بمقدمه لطيفه واثنى على اخيه بما يرى نفسه دونه اشكر لكم ايها الحضور سلفا ترحيبكم بالاستماع الي لعل المتحدث يكون منتفعا بما تشاركون به اكثر من انتفاعكم بما تسمعونه محاضرة هذه الليلة هي موضوع لا شك ان كل منا لديه معرفه بهذا من قبل ان نطرحها هنا ولكنني لمحت من خلال دراستي وتدريسي لهذه المقررات العلمية في الجامعة وقد درست النحو ودرست البلاغة أن بين هذين العلمين وشائج أقوى من أي وشائج أخرى بين العلوم التي تتصل بالبلاغة أو تتصل بالنحو وقد جرى بين الناس أن النحو صنوه الصرف ولكنني أقول النحو صنوه البلاغة النحو اساس في كل علم اتصل باللسان العربي وعلم البلاغه ثمره علوم تتصل بعلم النحو ولهذا فالوشائج قويه والصلات متينه وبين هذين, هذين العلمين روابط لا تنفك ابدا موضوع اليوم ايها الاخوه بين النحو والبلاغه وهو موضوع في مستهله واسع المجال والبلاغه تقوم في علومها الثلاثه على علم النحو بلا شك وقد بين عبد القاهر الجرجاني ان البلاغه علم من علوم اللسان وان اللسان العربي الفصيح، اللسان العربي القويم هو البلاغه. لذلك فقد جرى عند علماء السلف ان يسموا علم النحو علم اللغه. وان يكون علم البلاغه في مصطلحاتهم حاملا لمعان او تسميات منها علم البيان ويدخل في علم البيان أيضا علم النحو لذلك فقد وجدت الوسائج كما وجدتموها قوية وثيقة بين هذين العلمين فأردت أن أبين أوجه التقارب والالتحام والأوجه التي يمكن أن يفترق بها علم البلاغة عن علم النحو أو يختص بها علم البلاغة عن علم النحو. عرفت البلاغة العربية أنها علم لساني اتصل بعلوم القرآن، بل نشأ في ظل العلوم الشرعية والعربية التي كانت تبحث في أسرار إعجاز القرآن الكريم وخصائص أسلوبه وطرائقه وسننه. ويكاد يكون هذا العلم طرفا في كل علم من علوم العربية. ولو قلنا هو في حاق العلوم العربية كلها لما أبعدنا. وهو منها بمكان لا يستغني عنه محقق في علم من العلوم. فالمفسر والفقيه والمتكلم والناقد كلهم يرجعون في الكشف عن دقائق علومهم إلى علوم البلاغة. كل بقدر ما يحتاجه. فضلا عن علماء النحو واللغة عموما الذين لم يخل شيء من مباحثهم من البلاغة إلا وهي تضرب فيه بعقل وتعريف علم البلاغة هو العلم الذي يعرف به مطابقة الكلام لمقتضى الحال مع فصاحته أما علم النحو فهو العلم الذي يعرف به أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء أو هو العلم الذي يعرف به أحوال أواخر الكلم بتغير مواقعها في الجملة ما يطرأ على أواخر الكلم بتغير مواقع الكلمة في الجملة هذا هو الذي اصطلح عليه علماء النحو وبهذا التعريف قد يفترق العلمان شكلا لا مضمونا، وإذا كانت علوم البلاغة تعنى بما وراء ذلك من معانٍ تتجاوز ضبط الإعراب وسلامة الكلام من اللحن، لأن الذي استقر عليه علم النحو أنه يعنى بضبط اللسان يعنى بضبط اللسان من اللحن، وهذا هو الذي عليه علم البلاغة علم النحو عفوا هذا إذا قرأناه في المصادر والكتب التي جاءت بعد كتاب سيبويه او القرون التي كثر فيها التصنيف في علم النحو واستقر عليها تبويب علم النحو على صورته التي نحن عليها الآن ونعرفها في الدرس النحوي سواء في العلوم في المراحل الجامعيه او حتى في التصنيف المتعارف عليه في ابواب النحو. كتاب سيبويه هو المرجع الاول في النحو وتستند اليه معايير النحو وقد اعتمد عليه المصنفون بعد سيبويه اعتمادا كبيرا. الا ان التصنيف الذي جاء بعد سيبويه اتخذ وجهه جديده في تقعيد ابواب الكتاب. وإعادة تصنيفها وجمع متشابهات الموضوعات وتهذيب المسائل وتفريع الوجوه والنظائر. ولما كان الكتاب الذي وضعه سيبويه يصف كلام العرب وسمته وطريقتهم مأخوذة من ألسنتهم ويعالج الوجوه المختلفة في لسان العرب بين الحسن والأحسن والجائز والممتنع والقليل والكثير فإنه لا شك قد اشتمل على وجوه من المعاني استدعت عبارات دون غيرها واقتضت وجها من الكلام دون غيره. وهذا يلمسه في, في كلام سيبويه من تتبع حديثه في كثير من ابواب كتابه. الا ان هذه المزايا المعنويه في كلام سيبويه طرحتها كتب النحو جانبا واعتنت بخلاصه القاعده التي يبنون عليها معيار الصحه والخطا او معيار تعدد الوجوه. واما معيار التعليل الحكمي معيار التعليل الحكمي للتعبيرات المتفاوته فقد ضربت عنه كتب النحو بعد سيبويه صفحا إلا قليلا مما يكتبون وهذا الذي أورد بعض النحاة بورد النفي والرفض لوجوه من الكلام اقتضاها التعليل الحكمي له كما نراه في كثير من المسائل التي اختلف فيها النحاة أو تأولوها لعدم جريانها على قاعدة عريضة من قواعد النحو والبلاغة بعلومها الثلاثة لا تنفك عن النحو فقد عالج الشيخ عبد القاهر قضايا النظم في ضوء علم النحو ونحن نعرف أن رأس النحاة سيبويه ورأس البلاغيين عبد القاهر ولكن الثاني أفاد من الأول بل يكاد يكون علم الثاني مقتطعا من علم الأول ومستقب منه لكنه أضاف إليه جوانب أخرى استقها من علم سيبويه والبلاغة بعلومها الثلاثة لا تنفك عن النحو فقد عالج الشيخ عبد القاهر قضايا النظم في ضوء علم النحو والنظم هو الأصل في علم المعاني كما بين في مستهل كتابه الدلائل صلة كل من التشبيه والمجاز والاستعارة والكناية التي هي مسائل أو, 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 أو التي هي أقسام علم البيان عالجها وبين أنها ذات علاقة بالنظم الذي يرجع إلى علم النحو والذي فعله عبد القاهر أنه استعاد طرفا صالحا من منهجية سيبويه في استقراء طريقة العرب في كلامه حين أحكم تشييد نظرية النظم إذ يقول اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها وذلك أن لا نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه فينظر في الخبر إلى الوجوه التي ترى في قولك زيد منطلق وزيد ينطلق وينطلق زيد زيد ومنطلق زيد وزيد المنطلق والمنطلق وزيد هو المنطلق وزيد هو منطلق هذه وجوه ثمانيه لتعبير واحد او لدلاله واحده ما يسمى باثبات المعنى او اثبات المعنى بين طرفي الاسناد وهو اثبات الانطلاق لزيد لكنها جاءت في ثمان صور متعدده هي التي جعلت علم المعاني او جعلت الدراسه البلاغيه تعنى بهذه الوجوه المختلفه وهذا المنهج الذي رسمه عبد القاهر نظريه النظم يرجع الى نقطتين رئيستين احداهما وضع الكلام الذي يقتضيه علم النحو والثانيه النظر في وجوه كل باب وفروقه والنقطه الثانيه هي التي فارق بها علم النحو او علم البلاغه علم النحو وامتاز عنه واختلف به واختلفت به مباحثه عن النحو لهذا فالناظر في علم البلاغه حيث افترق عن علم النحو لا بد أن ينظر في الأصول التي تجمع هذين العلمين فإن المفردة في علم النحو درست في جانب يسير فيما يتعلق بالتنكير والتعريف ونوع المفردة والكلمة والفرق بين الكلمة والكلام وهذه الأمور التي لا تخفى عليكم ودرست أيضا في جوانب أخرى ليست تصلة أصلا بماذا بقضية البلاغة ولذلك البلاغة لا تنظر المفردة في ذاتها، وإنما تنظر إليها في التركيب بعد أن تصبح جزءاً من الكلام. لهذا سننظر أولاً في الجملة بين البلاغة والنحو. معلوم أن معيار النحو هو معيار الصحة والخطأ. وما بينهما من جواز وقلة وندرة وشذوذ. أما معيار البلاغة فهو بعد تحقق الصحة التي اقتضاها علم النحو، فإنه ينظر في الوجوه التي يتضمنها كل باب من أبواب النحو. وينظر في الفروق بين تلك الوجوه. لقد اتبع الشيخ عبد القاهر تعريفه للنظم الذي بناه على علم النحو، اتبعه بامثله مما يظهر فيها تعدد الوجوه وافتراق دلالاتها. وذلك في قوله: فينظر في الخبر الى الوجوه التي تراها في قولك زيد منطلق الى اخره. فهذه ثماني جمل منها ست اسمية من مبتدأ وخبر، ولا شيء فوق ذلك في علم النحو الا ان يكون احدهما مقدما والاخر مؤخرا او يكون الخبر جملة تقتضي معرفة الرابط الذي يربط الخبر في المبتدع. ولكن نظريه النظم تقتضي ان ينظر في الوجوه المتعدده لما تعددت وفي ذلك التعدد الذي صح عن العرب لما كان بعضه لا يغني عن بعض وما الفروق الدلاليه التي يتضمنها كل وجه وهذه الثلاثه الاسئله هي اسئله البلاغه التي لا يحتاجها النحو وليس هذا تقصورا في النحو بل النحو يعرف حدوده ولذلك كثير اجد كثيرا من ال الذين يدرسون قضايا النحو إذا أطالوا فيها رد بعضهم على بعض من النحو وقال هذه مسألة ليست من مسائل النحو يعيدها إلى بابها وقال هذه ليست من مسائل النحو النحو يقف عند هذه المسألة وما بعدها فهو من شأن البيانيين وكثر هذا الكلام في ما دونه أبو حيان وخاصة في تفسيره وفي التديل والتكميل وأيضا وجدته عند ابن هشام في المغني وفي بعض القضايا التي تناولها في أوضح المسالك ولذلك فلا محيد عن معرفة وجوه الإخبار والعودة إلى محاور الخطاب وهذه القضية قضية الخطاب قضية الخطاب هي الركن الأساس الذي يبنى عليه المعنى في البلاغة والنحو لا ينظر إلى هذا بمنظار أولي فالخطاب الخطاب يتعلق بصلة الألفاظ بالخطاب أما المعنى الذي يتناوله الخطاب فإنه مختص بالبلاغة ولذلك فلا محيد عن معرفة وجوه الاخبار والعودة الى محاور الخطاب ومكوناته، فاحتوج في فاحتوج في ذلك فاحتيج في ذلك الى معرفة السياق الذي قيل فيه كل وجه، وهذا الذي كان قائما على سوقه في كتاب سيبويه. فاغفلت كتب النحو جانبا كبيرا منه. وقد رايت مسائل جمعت مسائل عدة في كتاب سيبويه اعتنى فيها بالخطاب بمعنى ماذا؟ بمعنى انه يراعى في وجه الخطاب المتكلم والمخاطب والسياق. ولكن كتب النحو المتأخرة قصرت القاعده على ما يتعلق بقضيه صحه الكلام ومؤداه بين المتكلم والمخاطب واحيانا لا تنظر لما يحتاجه المخاطب من هذا الكلام فوقفت عند قضيه اللفظ. فاغفلت كتب النحو جانبا كبيرا منه وليس ذلك تقصيرا في علم النحو بل هو مقتضى تهذيب العلم واقتصاره على قواعد على قواعد لحفظ اللسان من اللحن وليس لدراسه سياق الخطاب. لقد كان من شأن كتاب سيبويه ان يعرض لهذه الفروق واسباب نشأتها في الكلام وذلك على وجه ليس متوسعا كتوسع عبد القاهر، لكنه يشبه ان يكون وضع القاعده الاولى واللبنه الدنيا. اذ كان الوجه في علم الاعراب انه لا يمنع من ان يكون في قولنا المنطلق زيد وزيد المنطلق ان يكون احدهما المبتدا والاخر خبر. فتعرب احدهما مبتدا والاخر تعرفه خبرا. وإن قلت هذا مبتدأ مؤخر وهذا خبر مقدم فليس فيه من الخطأ ما, ما يمكن أن يأخذه عليك نحوي. إذ كان الوجه في علم الإعراب أن لا يمنع أن يكون أحدهما مبتدأ والآخر خبرا حين يتضح التعريف والتنكير فيهما فإن استويا تعريفا وتنكيرا امتنع التقديم فتعرب ما يصادفك مبتدأ والآخر خبرا وذلك أن الخبر حكم على المبتدأ الخبر حكم على المبتدأ ولا بد أن يكون المبتدأ معلوما لدى المخاطب وهذه المسألة هي من المسائل النزر التي وقف عندها النحاة لينظروا فيها لحال المخاطب لأن النحاة لا يقفون عند حال المخاطب الذي يقف عند حال المخاطب هو البلاغي ومعلوم أن المحكوم عليه هو الأولى بأن يكون معرفة ولذلك منع الابتداء بالنكرة حتى لا يكون المحكوم عليه مجهولا أو في حكم المجهول ويلاحظ أن المحكوم أن المحكوم به غالبا ما يكون عرضا ولذلك النحاه لا يجيزون الاخبار عن جثه مثلا بظرف لان الاخبار عاده تكون امورا منتقله، تكون قضايا منتقله بمعنى متجدده او مستحدثه او تذهب وتاتي كالحال، الحال وهي من عند عبد القاهر وعند العلماء انها انها خبر، الحال هي من انواع الخبر، وهي من انواع الصفات. ولا المصطلحات سناتي عليها بعد قليل لاننا سنجد ان الحال خبر والصفه خبر في البلاغه. وما يتعلق بزيادة الكلام يعد من الأخبار في البلاغة فالخبر في البلاغة أوسع من قضية الخبر في النحو والمرفوعات أو المنصوبات أو التوابع في الجملة أحيانا تعطى مصطلحات بسبب بما يتعلق بالمعنى والدلالة والوظيفة داخل الجملة وسنرى هذا إن شاء الله في الجزء الذي يتعلق بالمصطلحات المنهج البلاغي يقف عند كل عند كل صورة من صور الإسناد السابقة فإن المتعارف عليه أن المبتدا هو المعرفة والخبر هو النكرة وإذا استوي في التعريف المبتدا أكثر تعريفا من الخبر والخبر هو أقرب للتنكير وهذه قاعدة نحوية والمعارف تتفاوت في التعريف فهي مراتب بدءا بالضمير وهذا هذا التفاضل والتعريف وضعي أو اصطلاحي بمعنى أن النحو هو الذي وضع هذا ولا شك أنه يرجع إلى المعنى فإن الضمير إذا كان عائدا على اسم قبله اصبح اكثر تعريفا لانه يدل على معهود ملفوظ اجتمع فيه ماذا؟ اجتمع فيه العهد سواء في اللفظ او في 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 الحال فكلاهما اجتمع زياده الدلاله على خصوصيه الضمير، خصوصيه دلاله الضمير، خاصه اذا كان الضمير للمتكلم. قال هو اعرف من المخاطب والمخاطب اعرف من الغائب. اما الذي يقتضيه الابتداء والخبريه في البلاغه فهو بحسب خصوص الاستعمال السياقي. وهذا مفترق مفترق طرق لا بعموم الوضع وبذلك يظهر لنا تعريف آخر إذ يكاد يكون ونستطيع أن نجعله عنوانا اكتساب التعريف من مقام الخطاب فإذا كان التعريف وضع في النحو أو قسم مثلا المعارف قسمت إلى أنها ستة أقسام العلم المعرف بألوك آخر إلى الضمير وقالوا الضمير عرفها ثم العلم العلم الشخصي ثم المعرف بأل ثم الى اخره المضاف اليه ثم اسم الاشاره ثم اسم الموصول أما الذي يقتضيه الابتداء الخبرية عندنا عندنا فهو ما يكتسبه التعريف من المقام الخطابي وهذا المقام الخطابي أشبه بقضية يحتاج إلى معرفتها مسائل عدة أولها قضية معرفة حال الخطاب ولذلك قالوا ماذا مراعاة الكلام لمقتضى الحال أن يعني يكون الكلام مراعي لمقتضى الحال ومقتضى الحال صفة وهيئة خاصة في المقام الأمر الآخر الذوق الذي يعين المتكلم وهي ما يعرف بماذا بالملكه البلاغيه انه يستطيع ان يقول كلاما يناسب الحال لانه قد يدرك الحال لكنه لا يستطيع بملكته ان يقول الكلام المناسب لهذه الحال وبيان ذلك ان افضليه التعريف او اكثريه التعريف بحسب المنظور البلاغي راجع الى ما في اعتقاد المخاطب لا الى ما في الوضع اللغوي الوضع اللغوي ان المعرف يقف عند التعريف يقف عند الانواع السته وعرفها الضمير لكن البلاغه او المقام الخطابي يحيد هذا جانبا ويأتي بما هو أولى خاصة حين تتقارب المسألة التعريفية بين طرفي الإسناد فقولنا زيد المنطلق والمنطلق زيد يتقارب طرفاء الإسناد في التعريف فلو أعرب أحدهما مبتدأ والآخر خبرا لجاز وذلك لما بين العالم الشخصي والمعرف بأل من تقارب في التعريف إن المعيار البلاغي يقتضي أن يتعين كل من طرفي الإسناد فلا يصح أن نجعل زيدا مبتدا في مقام جاء فيه على انه خبر وان كان هو المحكوم عليه في الذهن لان الانطلاق عرض الانطلاق في اذهاننا عرض والمحكوم عليه الذي هو ما يسمى, ما يسمى بالجثه وما يسمى بالشخص هو زيد اما الانطلاق فهو عرض ياتي يمر على زيد وعلى غيره لكنه قد يعرف زيد هو الخبر ويصبح المنطلق هو المبتدا فكان المحكوم عليه هو المنطلق والحكم زيد اصبح زيد حكما اشبه بماذا بالعرض الذي يمر على الذهن او يمر على الشخص كغيره من الأعراض وهذه القضيه هي التي فاتت في مساله النحو لانها لا تنظر لهذه القضيه وانما تنظر لامتناع الجزئين عرفنا وحين يشتري الجزان عرفا واكرم ادم البياني هذه متعارف عليها عند النحاه ومتعارف عليها ايضا انه اذا كان كليهما يصح ان يبتدا به فلا بأس ان تعرب احدهما مبتدأ والاخر خبرا فيلزم جعل الاول منه مبتدأً وذلك رعاية لما في ذهن المخاطب، حيث اكتسب التعريف الخاص الذي هو التعريف الخطابي. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره، ويفهم منه انه يجب ان يتصور الشيء حتى يحكم عليه. فإذا التبس المحكوم عليه بغيره في ذهن المخاطب احتاج ضرورة إلى تحديده وإزالة اللبس. وإزالة اللبس عنه، ولذلك منع أن يكون النكرة المذكور بعد النكرة خبر إذ يجعل أو يُجعل المُخاطَب أو يجعل المُخاطَبة يحيل النكرة إلى صفة للنكرة التي قبلها متحريا للخبر وذلك في مثل رجل كريم فإن في هذين هاتين الكلمتين نكرتان لا يقبل العقل أن يحكم بأن الثانية خبراً المبتدأ لعدم صحة أن يكون رجل صالحا لأن يسند إليه لأنه لم يأخذ حقه من التعريف الذي يقبله الذهن فيحكم عليه بالابتدائية بالخ... ويحكم على ما بعده بالخبرية لا يصح على نية الإخبار بكريم عن رجل لأن المخاطب لم يبتني في ذهنه أن رجل أو لفظ رجل هو محل الحكم فالمخاطب يحتاج إلى أن يتصور المبتدأ فيصبح معلوما في ذهنه حتى يستطيع إسناد الحكم إلى المحكوم عليه ونسبته إليه فإذا قيل الرجل كريم علم المخاطب أن المراد جنس الرجل أن المراد جنس الرجل وهذا فهم أولي يجوز أن يتعداه فهم المخاطب إلى رجل معين وذلك حين يكون الموقف الخطابي مشتملا على ما يدل على رجل معين فيتحول المراد بالتعريف من الدلالة على عموم الجنس إلى الدلالة على خصوص فرد بعينه إن الاستعمال البلاغي حين يراعي الموقف الخطابي إنما يوظف يوظف الموضوع اللغوي بحسب حاجة المقام فإذا قيل زيد المنطلق والمنطلق زيد علم أن زيد مبتدأ لكونه أعرف من الخبر في المثالين بحسب العرف النحوي فإن الاستعمال البلاغي يراعي الموقف الخطابي قال الشيخ عبد القاهر واعلم ان تقديم الشيء على وجهين. الان نأتي لمسأله التقديم، لماذا يقدم جيد على المنطلق او يقدم المنطلق على زيد؟ مع انهما في عرف النحو كل منهما صالح ان يكون مبتدأ او خبرا. تقديم يقال انه على نيه التاخير، وذلك في كل شيء اقررته مع التقديم على حكمه الذي كان عليه في جنس. قدم وبقي له الحكم الاعرابي كما هو. كخبر المبتدأ اذا قدمته على المبتدأ، والمفعول اذا قدمته على الفاعل، كقولك منطلق زيد، فلا ريب ولا شك في ان منطلق خبر مقدم. وزيد المبتدأ المؤخر وضرب عمرا زيد فإن تقديم لفظ أمر على زيد بعد أن كان حقه أن يكون مؤخرا لكونه مفعول به تقدم على وجاء تل الفعل مباشرة فلم يسند إليه وإنما هو من متعلقات الفعل وبقي على حكم الأول معلوم أن منطلق هذا من كلام الشيخ معلوم أن منطلق وعمرا لم يخرج بالتقديم عما كان عليه من كون هذا خبر مبتدا ومرفوعا بذلك وكون ذلك مفعولا ومنصوبا من اجله كما يكون اذا اخرت بقي له الحكم الاعرابي وهذا لا جدال فيه ولا اشكال فيه الاشكال الذي يطرا على العقل انه التقديم الذي يغير الحكم الاعرابي التقديم الذي يغير الحكم الاعرابي قال والنوع الثاني وتقديم لا على نيه التاخير ولكن على ان تنقل الشيء عن حكم الى حكم وتجعل له بابا غير بابه واعرابا غير اعرابه وذلك ان تجيء الى اسمين يحتمل كل واحد منهما ان يكون مبتدا ويكون الاخر خبرا له فتقدم تارة هذا على ذاك واخرى ذاك على هذا ومثاله ما تصنعه بزيد المنطلق حيث تقول مرة زيد المنطلق واخرى المنطلق زيد فانت في هذا لم تقدم المنطلق على ان يكون متروكا على حكمه اي بمعنى انه يبقى خبرا لا قدمته ليكون مبتدا وتجعل زيدا هو الحكم وتجعل المنطلق هو الحكم او المحكوم عليه الذي كان عليه مع التأخير فيكون خبر مبتدع كما كان بل على أن تنقله عن كونه خبرا إلى كونه مبتدا، وكذلك لم تؤخر زيدا على أن يكون مبتدئا كما كان بل على أن تخرجه عن كونه مبتدا إلى كونه خبر وهذا هو الذي ينبغي أن يدقق فيه البلاغي أكثر من أن يبقيه على ظاهره من الحكم النحوي لأن الحكم النحوي في ظاهر اللفظ لا يمنع أن يكون منهما أحد من أن يكون أحدهما مبتدا والآخر خبرا وبناء على المقام الخطابي فإنه يصح الابتداء بالنكرة في مثل رجل في الدار لماذا صح رجل في الدار في الدار رجل هذا صحيح ابتداء بالنكرة لأن تقدم الخبر وهو جر ومجرور هذا من مسوغات الابتداء بالنكرة وكل نحو يعرف هذا لأن المقام الخطابي مستدع للعبارة على هذا الوجه فإنه متى كان المقام لإفادة جنس الرجل لا فرد من أفراده فإن هذا التركيب جائز لأنه سيفيد أن المعنى رجل في الدار لمرأة فإذا قلنا رجل في الدار في مقام الخطابية يتوقع المخاطب فيها أن في الدار ها امرأة فقلت أنت له رجل في الدار جاز أن يكون رجل مبتدأ واخترم القاعدة النحوية إلا أن نقبل من قول ب... من قول ابن مالك ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد فابن مالك تركها مفتوح والذين جاءوا بعده أو بالأصح جمعوها أوصلوها إلى حوالي آه 20 وجها من الوجوه التي يجوز فيها الابتداء بالنكرة لكن هذا الوجه الذي يتعلق بالبلاغة وهو المقام الخطابي غير مذكور في كتب النحاة ولن تجده إلا في كلام البلاغيين. يقول الشيخ عبد القاهر عفوا فالمقام الخطابي المفيد لترجيح إثبات جنس الرجل ونفي جنس المرأة هو الذي سوغ الابتداء لأن المقام الخطابي قد يشتمل على سياقات تسوغ أن يكون النكرة في اللفظ معرفة بالذهن الذهن هو نكرة في اللفظ ولكنه معرفة في الذهن لماذا؟ لأنه يقابل شيئا كان في ذهن المخاطب حينما قلت له رجل في الدار حينما قلت له رجل في الدار كان في ذهني أن في الدار ماذا؟ عكسه ضده والمتجاوران في الذهن تسمى المتجاورات الذهنيه وهي عندنا في المجاز المرسل لها ثنائيات معروفه انك اذا حضرت الشيء حضر ماذا؟ حضر معه ضده فاذا حضرت الليل يحضر في ذهنك النهار واذا حضرت السواد يحضر في ذهنك البياض هذه المتلازمات الدلاليه وهي مدروسه ايضا في بعض الدراسات الحديثيه الحديثه اللسانيه الحديثه لكنها لم تأخذ بالشكل الذي ينبغي ان تدرس في علم البيان وهو المتلازمات وجعلت من قرائن البلاغه ووضحت في بعض البحوث التي قد نعرضها ان شاء الله فيما بعد وهو ان المتلازمات هذه الثنائيه اذا ذكرت الشيء حضر معه ضده. فاذا كان السياق مع مع مخاطب لديه علم ان هناك كائن في الدار ولكنه عكس عكس الخبر الحقيقي او عكس الشيء الذي تريد ان تسند اليه فان الابتداء بالنكره في هذه الحاله صحيح. ولم يذكره النحاه. قال الشيخ عبد القاهر او نعيد الكلام قال فالمقام الخطابي المفيد لترجيح اثبات جنس الرجل ونفي جنس المراه هو الذي سوغ الابتداء لان المقام الخطابي قد يشتمل على سياق سياقات تسوغ ان يكون النكره في اللفظ معرفه بالذهن فيصح ان يقع مبتدا اي ان المسوغ هو المقام ولعل في ذلك قولهم شر هر ناب فان المقام الخطابي يشتمل على غيره هذه الجملة أي أن الجملة واقعة في سياق أو سياقات متعددة سوغت للمخاطب فهم ابتدائية النكره يقول الشيخ عبد القاهر وقولهم شر أهر ذا ناب انما قدم فيه شر لان المراد ان يعلم الان دخل الخطاب تحول الخطاب من كونه كلاما ملقى من متكلم الى كونه راعي حال المخاطب ان الذي أهر ذا الناب هو من جنس الشر لا جنس الخير لاحظ جاءت الضديه التي تحضر في الدهن الخير والشر فقال شر كانه قال ماذا؟ كانه قال شر أهر ذا ناب لا خير او انما أهر ذا ناب شر لا خير فجرى مجرى أن تقول رجل جاءني تريد أنه رجل لامرأة وقول العلماء إنه إنما يصلح لأنه بمعنى ما أهر ذاناب إلا شر هذا هو الذي فسر به فكأنك حينما تكلمت رأيت ما في ذهن المخاطب من الثنائية وهذه غيبت في علم النحو وغيبت حتى كثيرا في علم البلاغة لكن المتأخرين في شروح التلخيص ناقشوا هذه القضية وأهملت الآن لو جئت بشروح التلخيص لبعض الطلاب المعاصرين قالوا هذه الكتب التي من القرن السابع لا نقرأها مع أنها تدرس التداولية وتدرس كثيرا من علم اللسان وتدرس نحو النص وتدرس السياقات المتعدده وتدرس النص من الداخل. وانصح طلاب العلم في الدراسات العليا وفي المرحله الجامعيه ان يقراوا شروح التلخيص وان يقراوا المطول وما يقراوا الاطول ففيه دراسه لسانيه لا يمكن ان تجدها في بعض الكتب المعاصره. ولعل المقام الخطابي هنا نوع نعم نوع لفظ المبتدا ومادته فانه مما يستغني عن الوصف غالبا لماذا لاننا نريد الثنائيه إن المتعارف عليه أنه إذا أنه إذا كان الإسناد مكون من مبتدأ وخبر أحدهما جثة والآخر عرض فإن الجثة هي المبتدأ والعرض هو الخبر الانتقالي كالحكم على زيد من إلى آخره. وذلك أن أن أنه إذا ثبت لدى لدى المخاطب انطلاق وقع ولكنه نسبه إلى غير من وقع منه. فكأن يكون في ذهن المخاطب أن المنطلق عم ففي هذه الحاله صح ان تقول زيد منطلق اذا كنت تعلم ان المخاطب يتوقع ان المنطلق هو عمرو فانه لا يصح ان تخبر وتقول زيد منطلق او زيد المنطلق وانما ليس له الا وجه واحد وهو ان تقول أن المنطلق زيد وهذا الوجه الصحيح وباقي الوجوه صحيحه اعرابا صحيحه الا انها تعتبر خطا في الخطاب ونحن نفرق بين الصحة النحوية والصحة الخطابية. الصحة النحوية طبقة ودرجة أولية تستدعيها الصحة الخطابية. الصحة الخطابية هي التي تستدعي مثل هذا، ولذلك من ظن أن عمرا هو المنطلق فقلت له زيد منطلق فقد أخطأت. وإن كان هو زيد جي هو المنطلق، لكنك أخطأت في صياغة تغيير الفكرة التي في ذهنه من انطلاق عام لتنقلها إلى من؟ لا زيد فإنه ينبغي أن تقول المنطلق زيد وليس لها إلا وجه واحد أو أن تبنيه بناء آخر بأن تأتي به إما على طريقة القصر باستخدام إنما أو بإلا أو بالضمير سنرى ولكنه نسبه إلى غير من وقع منه أو أشرك معه غيره في الانطلاق فلو قال واهما عمرو منطلق وأنت تعلم أن المنطلق هو زيد فإنك تجعل المبتدأ هو الانطلاق لا وجه إلا لماذا رأيت الخطاب ها هنا وهو هو الانطلاق لانه هو الثابت في ذهن المخاطب لان المخاطب ثابت في ذهني وقوع انطلاق لكن المتغير في ذهني ما هو ها المتغير في ذهني الخطا عمر فاصبح الانطلاق هو المحكوم عليه الذي رسخ في ذهنه والذي يحتاج الى الاخبار كما ان رجل ليس ثابتا في ذهني فاذا قلت الرجل ثبت في ذهن المخاطب واصبح صحيحا او صالحا لان يبتدا به كذلك هنا في ذهن المخاطب انطلاق وقع لكن ليس في ذهنه من أسند إليه هذا الانطلاق فالخطاب الذي بينك وبينه هو الذي يصحح ويسوق ويحتاج إلى وجه واحد من بناء الجملة وهو أن تجعل الانطلاق مبتدأ وتجعل زيدا خبر فتقول المنطلق زيد إذا لم يثبت له في ذهنه انطلاق فعندها تخبر بزيد عن انطلاق فتقول المنطلق زيد فلا يصح في هذا المقام اعراب زيد مبتدأ. اذا قلت المنطلق زيد فالقاعده النحويه تقول ايهما مبتدأ والاخر خبر. هذه قاعده نحويه صحيحه. لكن القاعده الخطابيه التي تشترط القاعده النحويه تشترط الصحه النحويه وتشترط الصحه الخطابيه ينبغي ان تراعي انه لا يصح ان تعرف زيدا ها هنا مبتدأ. بل ينبغي ان تعربه ماذا؟ خبرا والمنطلق وجها واحدا. بل يجب ان يكون هو الخبر واما المبتدا فهو المنطلق الذي هو في الاصل عرض حقه ان يكون حكما اي خبرا لكن الخطاب قلب الامر. وتختلف المنتقلات في مقدار انتقالها منها ما يقرب من الثبوت حتى يكاد يكون يكون مما يثبت للذوات ومنها ما هو شديد الانتقال فلا يلبث حين يحضر ان ينتقل وهذه المنتقلات هي الاكثر وقوعا في مواقع المحكوم به اي مواقع الخبر. ثم يجري في البحث البلاغي في المقام الخطابي فيراعى حال الانكار فان شديد الانكار اي المخاطب اذا كان شديد الانكار لا تكتفي في اخباره بالجمله السابقه بان تقول ان زيد لا يكتفى معه ببناء الجمله على صوره واحده بل يلزم في المقابل الانكاري ضمير الفصل فيقال المنطلق هو زيد فتاتي بضمير الفصل وها هنا الفارق بين استخدام ضمير الفصل في مقام وترك لان منا من يعتقد ان ان في بعض المواقع تقول ماذا المنطلق زيد والمنطلق وهو جيد كلاهما يدلان على شيء واحد الا ان ضمير الفصل هنا الزم ما بعدها ان يكون خبرا وما قبلها ان يكون مبتدا وقالوا لماذا سمي ضمير الفصل قال فوجئ به ليفصل بين ان يكون آه الثاني خبرا مبتدا مؤخرا لكي يلزمه الابتداء او يلزمه الخبر وها هنا فائده وهي ماذا وهي انها فيها فائده القصر التي تسمى عند البلاغيين القصر بالمجال الذوقي بالجانب الذوقي لان القصد باستخدام الضمير يعتبر هناك جانب معياري وجانب ذوقي، القصد بالضمير بعضهم جعله معياري وبعضهم جعله ماذا؟ جعله ذوقيا وهذا اغلب ما يكون في ماذا؟ في قضيه الذوق وفي هذا المقام ليس ذوقيا وانما هو معياري. ثم يجري البحث البلاغي في المقام الخطابي الى اخره فلا مناص حين اعراب المنطلق مبتدئا ثم ان الضمير يبقى ضمير فصل لتوكيد ابتدائيه المنطلق. فيفهم منه ايضا لزوم خبريه زيد في ذلك المبتدأ. ولهذا يقع العطف في الجملة الأولى فيقال المنطلق زيد لعمر وهذا العطف ماذا يفعل يؤدي إلى ما يسمى في الناء في البلاغة يسمى بالقصر أي أنك قصرت ماذا قصرت الانطلاق على زيد ونفيته عن عم بعد أن كان في ذهن المخاطب أن المنطلق هو عم ليزيد المعنى توكيدا ويطرد شبهة الخطأ عن ذهن المخاطب وهذا التوكيد اتجه إلى باب القصر في علم المعاني وعلى هذا جاء قوله تعالى وجعل كلمة الذين كفروا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا فإن إعراب كلمة الله هي العليا الواو استئنافية وليست عاطفة ولا يصح أن نعطفها على ماذا؟ لا يصح أن نعطف كلمة على كلمة الأولى ولا تدخل الكلمة الثانية في الجعل مطلقا لماذا؟ لأنه أريد بها الثبوت وجعل بكلمة الكافرين ماذا؟ الانتقال وكلمة الله هي العليا فجاء بكلمة الله مبتدأ وجاء بضمير الفصل وجاء بكلمة العليا خبرا لماذا؟ لأنها في أذهان المخاطبين أن العلو لهم هم لا الأعز منها الأذل ولولا أنهم يرون أنفسهم أعلى من المؤمنين وأعلى من كلمة الله لا في عداد المسلمين لكن يرون هم أنفسهم الأعلون هم يرون أنفسهم الأعلون ولذلك الله سبحانه وتعالى صحح الخطأ الذي في أذهانهم وبينه وهو أن العلو لماذا؟ لكلمة الله وليس لكم لهذا جاء بها على هذه الطريقة هو لا يصح المعنى بغير هذا البناء فإنما جاء بالجملة الاسمية على هذا التركيب أي أيوة وكلمة الله العليا لما رسخ في أذهان المخاطبين من علو كلمتهم هم ونسبته ونسبتهم العلو لأنفسهم فحيل بينهم وبين العلو وأصبح العلو منتقلا الذي كان في أذهانهم راسخا بعد ثبوته في أذهانهم وجعل الثبوت لكلمة الله ثم أسند إليه الخبر وجاء به بطريقة القصر بضمير الفصل يمتنع أن يكون العلو لغير كلمة الله إن الدرس البلاغية يعنى بتفاصيل التراكيب كما يعنى بعموميتها أو بعمومياتها وما يتبع كل منهما من دلالة في الجمل الثمان التي مرت بنا التي ذكرت آنفا ينظر فيها في علم المعاني على أنها أنه تعطي أو أنها تعطي معنى إثباتيا واحدا كل هذه الجمل الثمان تعطي معنى إثباتيا واحدا وهو ماذا وهو إثبات انطلاق لجيد وينظر كذلك إليها على أنها ذات وجوه مفترقة هذا افتراق آخر الدلالة تتعدد معانيها فيلزم معرفة إعرابها إذ كان علم النحو سيقف عند المبتدا والخبر والفعل والفاعل والخبر الجملة. طيب. نأخذ المنح الثاني في التفاوت أو التباين وهو الجمل المتعددة بين النحو والبلاغة. عالج النحو والبلاغة قضية تعدد الجمل، وهو في النحو يدخل في باب يدخل في باب التوابع وفي باب الأخبار وبالجملة وفي أبواب أخرى. فيتكون الكلام من جملتين ماذا لا لا بد من من ربط الموضوعات ببعض طيب خيرا إن شاء الله آه عالج النحو والبلاغة هذه القضية آه الاختلاف بين النحو والبلاغة في قضية في بين النحو والبلاغة في قضية الجمل المتعددة أه لم يبتعد البحث البلاغي كثيرا عن النحو في معالجه تعدد الجمل الا انه راعى مقامات القول واعتنى بالسياق في فهم دلالات الخطاب ومقتضيات ابتناء الجمل المتعدده، كما في بابي القصر والوصل والفصل، وما يتبع الجمل المتتاليه من شرط او جزاء ونحو. وسنقف هنا عند مساله الجمل المتتابعه في العطف، كمثال انا ساخذ مثالا واحدا لكل أه وجه من الوجوه الاربعه. أه وما يتعلق بالتقدير عند الحذف. فالتقدير في النحو والبلاغه له تفاوت او بينهما تفاوت يقتضي نوع من الرعايه في المعنى الاستيفاء الوجه البلاغي ومن ذلك قول النحاه فلما خشيت ما روي عن بيت السلولي فلما خشيت اظافرهم نجوت وارهنهم مالكا عند النحاه ان جمله وارهنهم مالكا ان الواو حاليه وجمله ارهنهم فيها مبتدا محذوف صدر الجمله حذف اصلها نجوت وانا ارهنهم مالكا لماذا؟ لانه لا يصح عطف ارهن على نجوت ارهن مضارع ونجوت ماض فلا يصح عطفه عليه لاختلاف زمنيهما فاضطروا الى تقدير المبتدا وجعل الواو حاليه وفي الدرس البلاغي الواو ليست حاليه بل هي عاطله على اصلها ولا ولا يحتاج الكلام الى تقدير وانما الفعل المضارع ارهنهم جيء به مضارعا وهو في الاصل ماذا؟ ماض جيء به على صيغه المضارع اصلها نجوت ورهنتهم مالكا هذا هو الذي عليه البحث البلاغي والذي عليه البلاغيون في هذا وليس هناك حاجة للتقدير لماذا؟ جاء بالمضارع لوصف الحال التي وقع فيها النج النجاة لأنه نجا وهو يرهنهم مالكا ووصف الحال هذه يكفي عن أن تصوغ جملة وتقدر لها وتحيل الفعل المضارع إلى جملة خبرية مع أنه معطوف على الفعل الذي سبقه ومتغير وهو متغير ماذا؟ متغير لفظا وحقيقة أنه ماضي وقد يسأل لماذا هذا؟ نقول انه في النحو ليس بغريب. ففي صيغه تعجب اجمل بزيد، كيف نعرب اجمل؟ فعل فعل امر او فعل ماض جاء على صيغه الامر. فعل فعل ماض جاء على صيغه الامر، وهذا قولا قول واحد للنحاة في هذا الامر. هذا ليس بعديد مجيء فعل 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 على صورة فعل اخر، ففي فعل التعجب في احسن بزيد في حقيقته هو ماض جاء على صيغه الامر. ولهذا منع الشيخ عبد القاهر ان تكون هذه الواو حاليه وجعلها واو عاطفه وهذا المثال كان مدخل للشيخ عبد القاهر في باب الوصل والفصل كله طيب هناك مسائل اخرى في الجمل في النحو مسائل لا يستفسد النحو النحو لا يستفسد بعض القضاء بعض المسائل وبعض الجمل وهي فاسده في البلاغه وساعطي مثالين منها مما يقوله الناس عامه ويرد في بعض الكتب مثل قولهم انت بنيت الدار التي كنت على ان تبنيها وأنت قلت الشعر الذي كان في نفسك أن تقوله المعيار النحوي يقوم بإعراب هذا التركيب دون أن يخطئه وهو في المعيار البلاغي خاطئ خاطئ لماذا؟ يستفسده البلاغة وسنبين لماذا يستفسده البلاغيون قال الشيخ عبد القاهر فلو قلت أنت بنيت الدار التي كنت على أن تبنيها أنت قلت الشعر الذي كان في نفسك أن تقوله أنت فرغت من الكتاب الذي كنت أن تكتبه أو كنت كنت على أن تكتبه خرجت من كلام الناس. يقول الشيخ عبد القاهر: خرجت من كلام الناس، مع انك لو اعربته اعرابا نحويا لم تجد فيه خللا. لكنه فاسد في كلام الناس. وكذلك لو قلت: أبنيت هذه الدار؟ أقلت هذا الشعر؟ أنت تقول: أبنيت هذه الدار؟ أقلت هذا الشعر؟ هذا فاسد. في البلاغة، صحيح في النحو فاسد في البلاغة. قال: قلت ما ليس بقول، ذاك لفساد أن تقوله في الشيء المشاهد الذي هو نصب نصب عينيك أموجود ام لا وانت ترى اذا قلت أبنيت هذه الدار هذه الدار بنيتها تسال عن بنائها او تسال عن الذي بناها فيصح ان تقول انت بنيت هذه الدار لكن لا تقول ابنيت هذه الدار ولا وجه ان تسال عن الوقوع الفعل بعد ان رايته مفعولا رايته واقعا فلا يصح ان تسال عن وقوعه وانما تسال عن من عن الذي اوقعه فتقول انت بنيت هذه الدار اما ان تقول ابنيت هذه الدار فهذا خطا اقلت هذا الشيء هذا خطا مع انه صحيح نحويا الهمزه الاستفهام قلت فعل ماضي والتفاعل وتبني تبنيها على مفعول به إلى آخره لكنها في البلاغه خاطئه. ومما يعلم يعلم به ضروره انه لا تكون الابتدايه بالفعل كالبدايه بالاسم إلى هذه هذا نموذج هذان النموذجان لاختلاف قراءة الجمله او اختلاف طريقة التعامل مع الجمل الجمل المتعدده في البلاغه والنحو. النحو والبلاغه في النص. نحن نعرف ان النص مبني على ماذا؟ على مجموعة من الجمل المتعدده. لكنه في النحو يدرس جملة ولا ينظر إلى الجملة أو لا ينظر إلى النص كاملا، وإنما ينظر إليه في شكل جمل. آه لم يكن النحو معتنيا بالنص إلا في ضوء الجملة الواحدة، كما رأينا في تعدد الجمل، لأنه حتى تعدد الجمل ينظر إليها على إنظار الجمل الواحدة، ولا ينظر إليها على إنظار ماذا؟ الجمل المتعددة، لذلك يكاد يكون نحو النص غائبا في الدرس النحوي. وليس درس النحوي المتعارف عليه. وليس هذا قصورا في علم النحو العربي، فهو علم شامل لكل قضايا الكلام. إلا أنه اختص بدراسة الجملة ومتعلقاتها فقط وترك للبحث البلاغي قضايا النص وقضايا تعدد الجمل وقد عالج الشيخ عبد القاهر نحو النص في حديثه عن النظم إذ كان أول كان أول حديثه عن النظم وشواهده في القرآن الكريم الآية المشهورة بروعة نظمها وهي قوله تعالى وقيل ارض بلعي ماء أقلعي وغض الماء وسبت على الجدي وقيل بعد القوم الظالمين في كما في سورة هود يقول الشيخ وهل تشك إذا فكرت في قوله تعالى الآية فتجلى لك من الاعجاز وظهرك الذي ترى وتسمع انك لم تجد ما وجدت من المزيه الظاهره والفضيله والفضيله القاهره الا لامر يرجع الى ارتباط هذه الكلم بعضها ببعض الايه كلها مترابطه تدرس الايه كلها ولا يدرس منها جمله جمله وانما تدرس كلها الجمل تعرف الروابط التي بينها تعرف التقديم والتاخير يعرف الذكر والحذف يعرف النداء يعرف الامر يعرف دون الماضي لماذا امر كهل الأمر على وجهه أو يراد به معنى آخر لا بد أن تدرس هذه الجملة كاملة أو هذه الآية كاملة وإن لم تعرض لها آآ آآ نعم وأنه لم يعرض الحسن والشرف لها إلا من حيث لاقت الأولى بالثانية والثالثة بالرابعة وهكذا إلى أن تستقريها إلى آخرها وأن الفضل ناتج تناتج ما بينها وحصل من مجموعها وإن شككت فتأمل هل ترى لفظة منها بحيث لو أخذت من بين أخواتها وأفردت هذا دليل على ماذا؟ على أنه يدرس النص كاملاً وهذا نحو النص الذي اسس عند الشيخ عبد القاهر وموجود الان في الدراسات اللسانيه الحديثه. واعتبرها وحدها الى اخره. آه انزع كلمه ابلعي واعتبرها وحدها من غير ان تنظر الى ما قبلها وما بعدها وكذلك فاعتبر سائر ما يليها وكيف بالشك في ذلك ومعلوم انه بدا مبدا العظمه ان نوديت الارض ثم امرت ثم في ان كان النداء بياء دون اي نحو ايتها الارض ثم اضافه الماء الى الكاف دون ان يقال ابلعي مائكي ثم ان اتبع أن نداء الارض وامرها بما هو من شانها نداء السماء وامرها كذلك. بما يخصها ثم قيل غض الماء فجيء الفعل على صيغه فعل الداله على انه لم يغض الا بامر امر وقدره قادر ثم تاكيد ذلك وتقريره بقوله تعالى وقضي الامر ثم ذكر ما هو فائده من هذه الامور وهو استوت على الجودي ثم اضمار السفينه قبل الذكر كما هو شرط الفخامه والدلاله على عظم عظم الشان ثم مقابله قيل في الخاتمه بقيل في الفاتحه وهذا الذي ذكره الشيخ يظهر فيه بجلاء اعتنائه بالنحو الذي بنيت عليه جملة جمل النص وترابطها وادوات الربط وطريقه الايه في اختيار الالفاظ وصياغتها وبناها الصرفيه وما في ذلك من تقديم وتاخير وبناء المعلوم والمجهول ونداء ووسائل جعلت النص كالجمله الواحده. وها هنا نموذج اخر شعري. عالجه الشيخ على انه كانه جمله واحده مع انه مجموعه جمل وهو نص كامل. يقول الشاعر لو أنما ما انتم فيه لو أن ما أنتم فيه يدوم لكم ظننت ما أنا فيه دائما أبدا لكن رأيت الليالي غير تاركة ما سر من حادث أو ساء مضطربا فقد سكنت إلى أني وأنكم سنستشد خلاف الحالتين قد هذه هذه الأبيات يقول الشيخ لو نزعت منها كلمة وأبدلتها بكلمة أخرى لا تصح وهو يتكلم هنا عن أن النص أصبح كأنه جملة واحدة مع أنه مجموعة جمل ومجموعة روابط ومجموعة أسباب جعلت بينها هذه الوسائل أنا سأعرض عن الموضوع الرابع حتى لا يضيع الوقت وهو النحو والبلاغه في المصطلح وقد بينت لكم انه احيانا قد يستخدم في البلاغه مصطلح الفاعل ويراد به المبتدا ويستخدم مصطلحات مثل العطف العطف بل اداه اضراب في النحو ولكن في البلاغه ايضا تستخدم اداه عطف لا اداه نفي في النحو تستخدم في البلاغه على انها اداه عطف لكن اداه استدراك تستخدم في البلاغه على انها اداه عطف وهذه كل الاستخدامات والمصطلحات وهي كثيره المصطلحات التي خالف فيها او بالاصح وجهها البلاغيون توجيها اخر، ونعرف انه يعني هناك خلاف بين البصريين والكوفيين في مسأله مثلا الجمله اذا كان فيها مثل الجمله خبرها جمله فعليه في مثل ماذا؟ زيد يكتب او زيد يقرا ان عند الكوفيين جيد هو الفاعل. وهذا ليس هو المقصود هنا في الخلاف لانك انت في قوله انت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم البلاغيون يتناولون المسأله على ان هذا المبتدا لابد ان يفهم منه انه فاعل. والا لما صح ان تسوق هذه الجمله وليس على ليس على سياق الخلاف الكوفي لا هم يؤمنون ان الفاعل ها هنا ماذا؟ ضمير مستتر لكنهم يعاملون يعاملون هذا في المعالجه على انه يبقى معهم يدور على انه هو الفاعل لكي يظهر المعنى لانك لو لم تقدم هذا الفاعل لما صح الانكار. وهذا هو المقام والسياق الذي اقتضى هذا أنا أكتفي بهذا وأشكر لكم استماعكم وأعفوني إن أطلت عليكم وصلى الله وسلم وبارك على ونبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه بيض الله وجهك يا أخي الكريم غدوتنا وبقي دون نحن في المشتات ندعو الجفل لا ترى الآدب فينا ينتقر العشاء دونه عشرون دقيقة وأنا أرى العينان مغراف الكلام أرى في هذه العيون ما قد يربو على زمن المحاضرة أفدت منها وبيض الله وجهك فعلا النحو والبلاغة تحتاج إلى تبيان الحدود لأنها يعني بين النحو والبلاغة معنى ذلك في منطقة محايدة بينهما كنا نحتاج أن يتسلط النظر عليها لأن طوفت بنا في المنطلق حقيقة وغير المنطلق وأسأل الله أن يجري الخير على ألسنة البقية من باب استكمال فضل هذه المحاضرة ولا شك أنها في موضوعها والسنة أساس نفتح باب المداخلات وجزاكم الله خيرا مراعاة مقتضى الحال مقتضى العشاء الآتي أرجو أن يراعيه كل منكم ولا يستطرد عشرون دقيقة بين أيدينا بالتساوي بين المعاقبين من يعاقب أولا أدري دكتور دكتور بهاء دكتور الأستاذ دكتور بهاء تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. اشكر اخي الاستاذ الدكتور ظافر على هذه المحاضرة القيمة فعلا في بيان الصلة بين البلاغة والنحو. و لي بعض الملحوظات اليسيرة ساذكرها سريعا لأن النحو يظلم كثيرا بحصره في بيان أواخر أحوال أواخر الكلم في الجملة، ونحن إذا استعرضنا أي باب النحوي مثلا باب الفاعل آخر يعني بيان حكم الفاعل في الرفع ما يأخذ إلا سطرا واحدا أو جملة واحدة وحكمه الرفع، لكن بقية أحكام الفاعل الباب كله يتعلق بقضية كونه اسما قد كونه مؤخرا عن الفعل قضية كونه قد يأتي ظاهرا مقدرا إلى آخره هذه الأحكام كلها من النحو والناس يغفلون عن هذا ويقولون النحو فقط علم لبيان أحوال أواخر الكلم فالنحو علم يعني يعنى بالتركيب من كل النواحي من ناحيه التقديم والرتبه من التقديم والتاخير من ناحيه المطابقه العدديه والجنسيه، إلى جانب طبعا اواخر الكلم هذا ايضا جانب ولكن جانب يسير من الاشياء التي يبينها علم النحو. ذكر الدكتور ان مثلا نحو رجل منطلق لا يجوز. ولكن نحو يعني في في النظره البلاغيه ولكن رجل في الدار جائز يعني من حيث الخطاب او البلاغ ولا فرق بين ان يعني رجل منطلق او رجل في الدار لان المانع من من عدم الجواز هو التباس الخبر بالصفه لان اذا قلنا رجل منطلق فالمعنى لم يتم فلا بد من ذكر خبر وكذلك اذا قلنا رجل في الدار في الدار وصف للرجل فلا بد من ذكر الخبر واما قضيه انه قد يفهم يفهم المخاطب يعني انت تنفي وجود امراه عندما تقول فتفيد شيئا لكن وايضا تفيد عندما تقول رجل منطلق معنى ذلك ان المنطلق رجل وليس امراه يعني ما لا يوجد فرق بين رجل منطلق ورجل في الدار يعني اذا منعنا احدهما فليمنع الاخر وهذا طبعا يختلف عن قضية شر أهر ذاناب، لأن المقام والحال الذي قال فيه القائل هذا الكلام وصار مثلا كانت حالة تستدعي أنه يعني رأ فيها رهبة وكذا فكأنهم قال شر عظيم أهر ذاناب، يعني المقام كان هو الحكم أو المسوغ للابتداء بالنكرة. مسألة نجوت وارهنهم مالكا هذه يعني قضيه يعني سواء اولناها بالحال او بالعطف فهي لتصوير الحاله التي كانت قائمه فالمجيء بالمضارع هنا لا يصح ابدا ان نقول انه بمعنى الماضي هو بمعنى الحاضر الذي يعني بمعنى الحاضر او الذي كان حاضرا في الماضي مثل وكلبهم باسط من ذراعيه بالوصي نفس يعني أعمل اسم الفاعل على إرادة الحال على الحال لأمر مضى يعني في الماضي كان هذا الحال قائما أما القول أنت قلت الشعر الذي كان في نفسك أن تقوله فهذا يعني من باب ما يسميه سيبويه الكذب المحال أو مثل شربت البحر أمس أو يعني قريب من هذا الامر يعني كيف اساله يعني عن شيء في نفسه يعني واقول استفهم انه انت ام غيرك قال هذا الشعر؟ يعني شيء في نفسه هل يمكن يتصور ان يقوله غيره؟ فلذلك قال عبد القاهر انه محال يعني هذا من الـ من الـ من الكلام المحال وقد ذكر ذلك سيبويه في في بدايه كتابه وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الامين جزيل الشكر للمحاضر على هذه الفوائد التي نثرها على مسامعنا أنا لا أريد أن أعترض على كثير مما قال فأوافقه عليه لكن لدي شهادة أريد أن أقدمها وهذه الشهادة من وحي الإشارة الذكية والإضاءة العميقة التي قدمها لنا الدكتور ظاهر عندما أحال ونصح بالرجوع إلى شروح التلخيص قبل عشرين عاما كان لدينا مؤتمر علمي في جامعة مؤتة وكنت مقررا لذلك المؤتمر وكان الأستاذ محمد عبد المطلب أستاذ البلاغة في جامعة عين شمس وهو المعروف بكتبه الكثيرة في البلاغة حاضرا في ذلك المؤتمر فاختلف بعض المداخلين في شأن شروح التلخيص وقال بعضهم هذه الشروح لا قيمة لها وهذه عقدت البلاغة وهذه أخرت البلاغة إلى آخره فقال فانبرى لهم فطلبت من الدكتور محمد عبد المطلب ان يرد على ان يحسم هذا الخلاف القائم بين المتداخلين فقال اقسم بالله العظيم ان الفكر البلاغي يحتاج الى 500 سنه حتى يفهم شروح التلخيص وشكرا كثير من الناس يقولون هذا النحو القديم وهذا هذه البلاغه القديمه وفي هذا الكلام من الاساءه والتعريض الشيء الكثير، هؤلاء لم يطلعوا على هذه المصادر، لم يقرأوا هذه الشروح، لم يقرأوا كتب البلاغه ولا كتب عبد القاهر ولا القاضي عبد الجبار ولا غيرهما. وكما قال المتنبي: وكم من عائب قولا صحيحا وافته من الفهم السقيم ولكن تأخذ الاسماع منه على قدر القرائح والعلوم وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. لا يسعنا الا ان نشكر الدكتور غافر على ما قدم وفيما قدم اشياء كثيره مفيده ومهمه لعلها تحتاج الى وقت طويل لمناقشتها. فقط يعني اشارات عابره تتعلق بالمنهج في هذه المداخله الجيده. بدءا بالعنوان هذه البينيه التي تتحدث عن البلاغه والنحو كانني بها يعني لو عكست ربما لكانت اقرب بين البلاغه والنحو لأن النحو لم يفرد له جانب معين او جانبا معينا وانما يعني تعرضت له من خلال البلاغه في حد ذاتها هذا جانب الجانب الثاني في الحقيقه ليس هناك علاقه بين النحو والبلاغه وانما هناك علاقه بين النحو او بين الاعراب كما اشار الزميل قبلي وعلم البيان فالبلاغه اشمل وانت ادرى بهذا واوسع من يعني قضيه التركيب او النظم. هذا من ناحيه، من ناحيه ثانيه عندما نتحدث عن النحو لا اسقط احكاما انه ظلم او انه يعني لم ينال حظه ولكن الاختلاف في الحقيقه اعتقد في وظيفه كل من النحو والبلاغه لو من المصطلح الواسع. يعني ما هو الهدف من البلاغه وما هو الهدف من النحو؟ يعني أنا أقول بكل بساطة أه وقد ذكرت هذا وجاء في كلامك أه البلاغة تتعلق بالنص البلاغة تتعلق بالخطاب أي تتعلق بلغة مخصوصة سواء كانت لغة القرآن الكريم أو لغة يعني بعض الشعراء أو ما شابه ذلك إذا هو نحو مخصوص بالضبط كما نتحدث اليوم عن التداولية أو نتحدث عن الأسلوبية أو نتحدث عن الخطاب أو تحليل النص أو ما شابه ذلك في حين أن النحو لا ينطلق من النصوص وإنما ينطلق من اللغة اللغة باعتبارها نظاما باعتبارها بنية جاءت في كل هذه النصوص وفي, وفي لسان العرب بصفة عامة إذا أن نخترق هذه اللغة وتصبح فيها ضربا من يصبح فيها ضرب من التجريد لوجود قواعد شبه ثابته او قواعد علميه مضبوطه مضطرده مقيسه هذا هو النحو بهذا المعنى اننا نرسم كل هذه المسائل في شكل ما يسمى بالنسق الدعمي البلاغه شيء اخر البلاغه تنطلق من الخطاب تنطلق من النص النص المخصوص لمحاوله ايجاد بعض المسائل بطبيعه الحال سيقع التصادم هنا يخلق اختلاف لان النظره تاني، لان النظرتين مختلفتان واحد ينظر الى اللغه باعتبارها بنيه والاخر ينظر للغه باعتبارها نص كلام الى غير ذلك وشكرا لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نشكر المجمع على هذه اللقاءات الرائعه، نشكر زميلنا دكتور ظافر. يعني انا اختصر في رايي الاشكاليه الكبيره بين النحو والبلاغه هي اشكاليه في المفهوم. كثير مما ذكره الدكتور ظافر يدخل في النحو لا في البلاغه. ما هو حد البلاغه؟ ما هو حد النحو؟ النحو لا, لا اختلاف يعني كثير فيه. سمت انتحاء سمت كلام العرب. في البناء والاعراب والتقديم والتاخير والاضمار البلاغه ليس لها مفهوم على الاطلاق مفهوم واضح يعني عندما يقول الجاحظ في البيان والبلاغه عند الفارسي والبلاغه عند اليوناني والبلاغه عند العربي والبلاغه عند الهندي طب هذا الكلام لو اردنا ان نطبقه لكان ذلك عسيرا جدا لذلك ابرز محاوله واجود محاوله قام بها الجرجاني حاول ان ينزل الى التطبيق فخرج بالنظريه الرائعه نظريه النظم ثم تقدم واوغل بعده السكاكي في القرن السادس وجعل البلاغه شيء من المنطق ومقنن كانه قواعد نحويه وانشغل الناس بعده في شروح المفتاح والتلخيص وتلخيص التلخيص فالاشكاليه الكبيره ما ما هو من النحو اين حد النحو أين حد البلاغة؟ يعني مثلا المتفلسف النظام وهو من رؤوس المعتزلة كاد ينكر البلاغة والإعجاز وقال بالصرفة أن الله سبحانه وتعالى صرف الناس عن أن يأتوا بمثل القرآن الكريم كما صرف بني إسرائيل في الصحراء في التيه حتى لا يخرجوا منها أربعين عاما فالإشكالية هي فيما أرى الإشكالية في... المف... في تحديد مفهوم البلاغة من مفهوم النحو، ثم ج ثم ورثت البلاغه في العصر الحديث الاسلوبيه، واتوقع في كثير من وجوهها زادت الامر تعقيدا. ولا نريد ان ندخل في الدراسات الاحصائيه وكثره الفعل المضارع في هذا وان الجاحظ يختلف عن طه حسين انه يستخدم الجمله الانشائيه او الجمله الخبريه، فالاشكاليه في نهايه الحديث هي اشكاليه في المفهوم، ما هو من البلاغه وما هو من النحو. فاذا استطعنا ان نحدد هذا والنحو ليس ليس فقط شكل، النحو معنى ايضا. عندما نقول هذا لا يجوز في النحو ولا يجوز في البلاغة كيف يجوز في النحو إذا كان المقصود يختلف هو لا يجوز لا في النحو ولا في البلاغة والسلام عليكم وشكرا لكم بسم الله الرحمن الرحيم شكر الله للأستاذ المحاضر ما أفدنا به من معلومات جمة يصعب أن نتابعه فيها تفصيلا ولذلك المحاضرة عامة يلزم أن نبقى في عموم في كلام عام وأعود إلى العنوان فعلا العنوان مثير بين النحو والبلاغة وقد كنت أشفع للأستاذ المحاضر بأنه بلاغي بالدرجة الأولى أو كنت أريد أنه يبدأ بالبلاغة انسجاما مع كونه بلاغي قبل أن يكون النحو ولكن قلت ربما يشفع له أنه يستحضر الجانب التاريخي لأن النحو أسبق من البلاغة نشأة ولكن هذا لم نسمع منه في كلام على كل حال وهو المدخل الإشكالية على كل حال النحو والبلاغة صنوان يلتقيان في الموضوع الواحد وهو اللغة لكن على أساس أن كل واحد منهما له وجهة نظر أو زاوية نظر ينظر منها للغة النحو يبحث في الثوابت أو في القوانين الثابتة لنظام اللغة ولكن البلاغة تبحث في اللغة وهي متحركة أي في الاستعمال ترتبط بالجانب البعد الإبداعي ولكن على أساس أنها لا لا تضيع لا يضيع البحث فيها ولا تضيع قوانينها مع مع الاستعمال المنفتح ولذلك اشترط الجرجاني أن يكون البحث في البلاغة على شرط قوانين النحو أن لا تذهب إلى أي حد كان فتخرج الكلام عن مقتضى البلاغة والنحو قضية تاريخية يجمعهما مشكل المعنى بالدرجة الأولى يجمعهما مشكل المعنى وهو الذي يفرق بينهما أيضا وقد كان النحو أسبق نشأة تاريخيا ولذلك يحق لنا أن نطرح السؤال ألم تكن حاجة الحاجة داعية في مرحلة تاريخية ما لوجود البلاغة بعد أن كان النحو وحده عند سيبوي بالخصوص ويقال ان حتى انه يقال ان البلاغه خرجت من عباءه سيبويه. وبعض المشتغلين بتحليل الخطاب كالاصوليين على سبيل المثال وفي مقدمتهم الشاطبي توقف عند هذه الاشكاليه التي ظلت مثار خلاف بين النحات قضيه المعنى في النحو وهي اشكاليه قديمه جديده حتى في لسانية المعاصره. حينما ارتضى نحو سيبوئه في تحليل الخطاب دون غيره، لماذا؟ لأنه وصفه بأنه نحو شمولي كلي يلبي حاجة المحلل محلل الخطاب دون دون غيره من النحات المتأخرين الذين أخلوا بمشكلة المعنى. وحينما نثير مشكلة المعنى فإننا نثير مشكلة الخطاب بمقوماته أو بركائزه وأسسه مستعمل ومس... يعني منتج ومستهلك ومتكلم ومخاطب ومقام وقرائن مقامية وما إلى ذلك وهذه أشياء خارجة خارج اللغة هي أشياء خارج اللغة هي قيام تنضاف في, في منهج التحليل عند البلاغي ولكنها لا تحضر بحدة هي حاضرة في النحو ولكنها لا تحضر بالقدر الذي حاضرة به عند البلاغي قضية القرائن خارج اللغة، يعني العناصر خارج اللغوية وهي المتكلم والمخاطب والقرائن المقامية. هذه مشكلة قديمة يعني شكلت مشكلة مؤرقة بين النحات. حتى فسيبو لم يكن لم يكن يستبعد المتكلم ولا يستبعد الخطاب وكان نحوه كان نحوه شاملا. لكن بعض النحات كالابن ابن هشام على سبيل المثال وصف النحوي الذي يبحث في أغراض الكلام وهو مبحث البلاغة بأنه تطفل حينما توقف في مسألة حذف الفاعل والأغراض التي يبحث يبحث في الأغراض التي يحذف من أجلها الفاعل لماذا يحذف الفاعل ولماذا ولماذا قال هذه لماذا هذه ليست من من مهمة النحوي وإنما هي مهمة غير النحوي كالبلاغي وغيره إذا فالمشكلة المشكلة الحقيقية واكبر المشكلات واللي هي في قضيه المعنى بين النحو والبلاغه هل النحو ينحصر كما تفضل شيخنا في في قضيه الاعراب يعني اواخر الكريم لا هو البحث النحو عندما تاسس كان بحثا في نظام اللغه هو قوانين تبحث في نظام اللغه حذفا وذكرا وتقديما وتاخيرا واضمارا و... و... وكل ما يستلزمه التخاطب وبيان المراد وبيان المراد مراد المتكلم الى المخاطب، اكتفي بهذا القدر وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اولا اشكر الاستاذ الدكتور ظافر على هذه المحاضره القيمه التي طوف بنا من خلالها بين النحو والبلاغه. والحقيقه بعض الملاحظات او الاشارات السريعه عندما تحدثت ان البلاغه بعلومها لا تنفك عن النحو واعتقد ان العلم المعاني هو العلم الذي او حلقه الاتصال بين البلاغه والنحو اما العلوم الاخرى فاعتقد انها يعني تكاد تكون بعيده اقرر ما ذكره الزملاء من ان الخلاف بين النحو والبلاغه خلاف في المنهج فالنحو يتعلق بالجمله والبلاغه تتعلق بالخطاب او ترتكز على المقام نفسه هذا بالنسبة لله أيضا هناك بعض المسائل دائما نحن نتكلم عن العلاقة بين النحو والبلاغة فما حظ الصرف أيضا من البلاغة على سبيل المثال الحديث الذي فيه يقول فيه أو روي لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا ولو قال صادقا أيضا جائز صرفيا لكن اختيار صديق هنا للمقام الذي يعني يستلزم اختيار هذه البنية دون غيرها وشكرا لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أه، أول شيء أرحب بكم جميعا باعتبار أني من من الأعضاء القدامى من قدام المحاربين في المجمع أه، في, في البداية فوجئت بأن الدكتور ظافر حفظه الله حاول أن يبخس النحو حقه <تسجيل> <تسجيل> أه؟ فعزمت أن أدافع عنه النحو طبعا أو النحاة الحقيقة ما قصروا في خدمة اللغة أحصوا أسماء الإشارة أحصوا الموصولات أحصوا حروف العطف أحصوا حروف الجر أسسوا أشياء كثيرة صحيح أنهم لم يوفقوا احيانا في قواعد يمكن ان كما سياتي بعد قليل في منطقه اللغه عندما تقول بان البلاغيين يقولون لا يصح ان يقول كذا في موقف كذا واللغه تقريبيه ليست يعني بهذه الدقه يعني والا لكانت عندنا جمل لا تتغير عبر التاريخ عندما اريد ان اتكلم اريد ان اشكرك يجب ان استخدم كلمه واحده وعباره واحده ولكان القرآن جملا محدودة. عندما يتكلم عن اي موضوع ولكن تتغير عندما يتكلم عن عذاب جهنم مثلا تأتي عبارات مختلفة وكثيرة. عندما يهدد، يتوعد، يرغب كذا نجد ان العبارات تختلف من مكان الى اخر. فمسألة منطقة اللغة هذه طبعا يعني هي افتئات من البلاغيين على على اللغة بصراحة يعني. من من اخطاء النحاه التي اراها يعني طبعا انا لست الى هذا الحد اني استدرك على النحاه ولكني ارى ان النحاه عندما بداوا يميزون بين كلام العرب هذا حسن وهذا قبيح وهذا لغيه وهذه هذا كلام كله تكلمت به العرب انت مهمتك كنحوي ان تحاول وضع القواعد ان توصل لنا ما قالت العرب أنت تمهد لنا الطريق لنتكلم كما تكلموا لا أن تأتي لتحكم على كلام العرب يقدحون في جملة ثم تأتي في القرآن فإذا جاء في القرآن أسقط في أيديهم وبدأوا يتأولون إذا وجد في القرآن ما يخالف قواعدهم تأولوا وإذا تكلم الناس قالوا شل عفشك أنت لأ لست عربيا هذا كلام خارج الكلام العرب آه. آه. لا يصح إلا المنطلق عمر والله مشكلة هذه. هل اللغة يعني بهذه الدقة وبهذه الحدة؟ لماذا تختلف العبارات في موضوع واحد؟ تتعدد الجمل، تتعدد التعبيرات؟ هذه الأشياء الحقيقة يعني ربما هي أنا أنسبها دائما إلى عجمة النحاة وعجمة البلاغيين. ها؟ الأعجمي الذي يتكلم في البلاغة والنحو يقع في مثل هذه الأشياء، لأن اللغة حرة. منطلقه يتكلم الانسان كيف يشاء يسقط ما يريد يضيف ما يريد لكي يعبر عن المعاني وعن الاشياء التي يحتاجها وطبعا السياق احيانا سواء خارجيا او في داخل النص يحكم ويفسر ويتيح الفرصه للمتكلم ان يتكلم كما يشاء ولا يخرج عن كلام العرب طبعا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يبدو اني لن ادافع عن فريق وأن وانتصر لفريق بل سأهاجم الفريقين. اولا اولا سأقول ابتداء ان من الطبيعي جدا ان تختلف اصطلاحات كل فريق وان وان تختلف منظومه كل حقل معرفي وكل علم. وهذا امر لا لا يعني لا يستغرب ولا يمكن حتى رد مصطلحات علم الى مصطلحات علم اخر. اما اذا تحدثنا عن النحو تحديدا فينبغي ان نفرق بين مرحلتين كما تفضل الدكتور عبد العزيز مرحلتين مختلفتين. مرحله سيبويه ومرحله النحو المتاخر. سيبويه خرج من بطن كتابه علوم كما قلت جميعا وهذه المرحلة تمثل المرحلة التي كان فيها النحو كلاما فيما يعرف في اللسانيات الحديثة بمعرفة اللغة أو المعرفة اللغوية معرفة الإنسان للغته أي معرفة المتكلم لنظامه الذهني اللغوي أما النحو الآخر فسأختلف أيضا مع أخي بهاء في مسألة الحديث عن النحو على أنه كل ما في كتب النحاة من تعريفات ومن علل ومن عوامل وأن نجعل هذا هو النحو الذي إذا أردنا أن نجد شيئا نقول اذهب فستجده في كتب النحاة لابد ان نتحدث عن النحو بالمعنى الذي تحدث عنه الدكتور وهو الذي يقارن بالبلاغه باعتبار النحو هو ذلك النموذج الذي يت... يت... يعين الاعراب او من يتقنه، لا تهز راسك، من يتقنه يتقن اواخر الكلم او يعرب بلا خطا اما غير ذلك فتدخل في ما ليس للنحو خالصا هناك يعني لابد أن نفصل بين أمرين مختلفين دكتور بها ولا الحوار سيكون بيني وبينك اليوم مش بيني وبين ظافر لابد أن نفصل بين أمرين مختلفين القاعدة التي نشأ علىها عليها وأسس لها هذا النموذج الذي لا يعنى إلا بالإعراب وهو النحو المتأخر هذه الأرضية هي مشتركة فيها كثير من المفاهيم في الحقل النحوي ولكنها مفاهيم أحياناً بعض المفاهيم تشترك مع حقول أخرى وما في هذه الأرضية التي قام عليها هذا النموذج لا يمكن أن يبرر كل ما نفتقده في النموذج نروح ندور في الأرضية التي قام عليها فهذه الأرضية مشتركة ومشتركة بين المعجميين وبين أهل الدلالة وبين أهل البلاغة و ولا يمكن ان نستدرك شيئا قال البلاغيون ان النحو لا يعتني به بالبحث فيها بل فعلا النحو المتاخر لا يعنى الا بعلاقه الكلمات ببعضها في جمله من حيث الاعراب لا غير حتى التقديم والتاخير انا لست مع من يقول ان النحو يراعي حتى احكام التقديم والتاخير انا ايضا لست مع كل التعليق لست معه. لست مع الوجهة التي تفضل بها الدكتور ظافر في مسألة سبق عبد القاهر إلى نحو النص. أنا أعتقد المفاهيم لابد أن أن تربط بسياقها. النظم عند عبد القاهر أمر مرتبط بسياق عبد القاهر وسياق ما قبل عبد القاهر. أما نحو النص هذا المتأخر فيجب أن نربطه بسياقه أيضا. وسهل ان نرى كل تشابه بين قديم وحديث ان نقول نحن سبقناهم وحتى ان بعض الباحثين سماها ظاهره سبقناهم يعني كل تشابه مع شيء قديم يقال والله سبق العرب او سبق عبد القاهر الغربيين الى هذا الى هذا او ذاك والامر يعني يختزل بصراحه ويخرج من سياقه وربما يكون وراء ذلك الاخراج هو دوافع ايديولوجيه في المقام الاول اكتفي بهذا والسلام عليكم. بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ونشكر المجمع على هذه المحاضره القيمه والدكتور ظافر نسال الله ان يفتح عليه ويوفقه. اعتقد انه من الاشكالات عندنا هو قصه احيانا النظر النظر النسبي في العلوم ان العلوم نظره اليها ليست نظره يعني فيها تقسيم حاد غير حقيقي. بالذات علوم العربية هي علوم تكاملية بعضها يكمل بعض حتى الشبكة المعرفية الكاملة تشكل عندنا مجموع يجعل الشخص يستطيع أن ينظر إلى النص اللغوي أو أي قضية من قضايا المعرفية في اللغة العربية وضعها في سياق منفصل هو أعتقد أنه ليس أمرا دقيقا وخصوصا أنه كثير من هذه التقسيمات للنحو وصرف وبلاغة هي تقسيمات أعتقد أنها جزء منها كان في سياق تعليمي يعني حتى تتيسر للمتعلمين معرفة بعض الأمور ذهب هذا الانفصال ابتداء كانت هناك كتابات لا شك عن بعض القضايا البلاغية وكانت جذور لهذه الأفكار لكن أخذها لشكل شكل العلم كصرف أو بلاغة أو نحوه هو شكل جزء من نشأته أو الغرض منه هو غرض تعليمي أما أن نفصل بعض علوم العربية عن بعضها فأعتقد أن هذا الأمر ليس دقيقا لذلك المحاضرة الفكره القيمه فيها هو انه ابقاء هذه الجسور الموجوده بين بين العلوم العربيه وان هذه الجسور فعلا هي والنظره التكامليه لها هي حقيقه الامر الاخر هو الجدل دائما عندنا في مساله القديم والحديث والأخ والثقه في في كل ما هو جديد هذه اشكاليه كبيره جدا يعني دكتور الان ذكر جماعه جماعه سبقناهم وفي عندنا جماعه اخرين يعني اللي هم جماعه ايش الانفصال تماما عن انش عن الواقع تماما اي عاد الدكتور جاب مصطلحه يعني ف فالتبعيه التامه كذلك وايش والاستلاب الحضاري فكل دوره حضاريه طبيعتها انه مثلا الدكتور الشيخ عبد القاهر لما يذكر قضيه معرفيه هو يعني ما ذكره او التقى مع قضايا النصيه الحديثه او التقى مع تشومسكي في في في, في نظريه النظم مع النحو التوليدي هي شيء طبيعي جدا لتطور العلوم والمعارف وان هذه العلوم لها جذور وأي التقاء حضاري يقتضي تفاعل حضاري وتأثر بعض الحضارات ببعضها فأكيد أنه في حصل هناك تقارض للأفكار وتأثر وتأثير فهذه الأمور لا يمكن أن نفصلها عن سياقها الإشكال الأكبر اللي أعتقد أنه إحنا نعاني منه هو حقيقة الكسل العلمي عندنا جميعا أن علماءنا جزاهم الله خيرا يعني قاموا بكثير من المحاولات الجادة اللي فيها قدر من التكامل لكن حقيقة نحن لم نحاول يعني في الإشارة اللي ذكرها الدكتور ظافر للدراسات النصية باعتبار النظرة فيها نظرة فيها قدر من ال من الجمع وحتى الدكتور أحمد عفيفي له كتابة جيدة في أنه الدرس النصي هو درس فيه هو ملتقى لإعمال جميع الأدوات المعرفية في علوم العربية لخدمة النص وعدم يعني جعل الأمر معضة كذا في 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 نظرة يعني جزئية للنص دون النظر النظر الكلية بكل الأدوات المعرفية فنحن ننظر بالنص في 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 ونقيمه بكل الأدوات هذه فكل المعايير النصية نجد أنها فيها تداخل كبير جدا وجميع علوم اللغة العربية تقريبا موجودة فيها الدعوة التي أدعوها أختم بها الحديث هو حقيقة أنه ينبري فريق حقيق علمي متكامل أنه ينظر إلى الدرس النصي ويحاول أن فعلا يعطيه صبغته العربية فلا نحن نكون مستلذين تماما للنظرة الغربية لأنه حقيقة رأيت البعض يقرأ في الدرس النصي بانفصال كبير جدا وعدم استيعاب له لأن نشأة سيميائية ليست نشأة حتى معيارية بحتة فهو قسيم آخر للدرس درس السيميائي القسيم للمعياري الذي ليس له ضوابط صارمة بحتة فلذلك التعاطي معه أعتقد أنه نحتاج أن نستفيد من الموجود ولكن أن فعلا نحاول أن نضع مقدمة لنظرية نص نظر للنص بصورته الجامعة للعلوم العربية في النظر للنص أي نص من النصوص بمجموع علوم العربية والأدوات المعرفية التي بين أيدينا ولعل الله يفتح علينا في هذا الأمر مع الاستفادة من ما هو موجود من الثقافات الأخرى وتقبلها بصدر رحب فليس عندنا أي إشكال دائما نحن كمسلمين في التعاطي مع أي, 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 أي قادم حضاري آخر بل نستفيد منه ونتعاطى معه ونأخذ ما هو مناسب لنا ونطرح ما يخالفنا يعني ثقافيا او ليس تابعا لمعاييرنا، فانا اعتقد ان هذا يمكن هو الاهم لدينا أن نخرج من هذا الامر، وايضا نذهب الى 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 الامر الحديث وهو قصه المجموعات العلميه والخروج من الادوار ادوار الشيخ الواحد القادر على القيام ب ولا كذا يقول ما شاء الله بكل شيء، ما نبغى هذا الكلام، هذا الكلام يعني انتهى، القوالب العلميه الحديثه هي مجموعات علميه تتكامل فيما بينها وتخرج من يعني الى فعلا بمجموعه مشاريع علميه حقيقيه يستفادوا منها نسال الله ان يوفق الجميع واسف على الاطاله ابا عبد العزيز اعلم انهم اثاروا واستثاروا ولعله يكون هذا ان شاء الله نواه لكتاب او بحث في الرد عن تساؤلاتهم دخيلك عشان برد اقتضب دخيلك انا اعلم ان ان اقراك من عينيك أعلم انك تزور كلاما سيثلج الاكل معه صدقني لن تستطيع اكله دخيلك, دخيلك دخيلك يعني جاوز جاوز دكتور جاوز ما وسعك بسم الله الرحمن الرحيم اشكر جزيل الشكر كل من داخل واضاف الى المحاضره موافقا او مخالفا فان المخالف قد يثير في ذهنك ما لم يثيره الموافق إما لتعالج نقصا قصورا أو تبين غامضا عند من داخل مخالفا وأما نحن فلم نجي إلى العشاء مع أني أكثر في خير من أكرمنا وأكرم الضيوف هذا جزاهم الله خير لكن لم نأتي للعشاء جئنا للعلم والمعرفة جئنا للاختلاف الدكتور بهاء يقول إن النحو لا يقف عند مسألة ضبط أواخر الكلم بل هو لضبط أواخر الكلم سواء قدم المفعول به أو أخر أو جاء بالفاعل معرفة أو جاء بالفاعل نكرة أو جاء كلها القضية تقوم على أن لا تأتي بمرفوع محل مجرور أو تأتي بمجرور محل منصوب وهذه القضية فإن جئت به معربا أو آخره فقد جئت بالنحو قدمت أو أخرت ولذلك النحاء أنفسهم الذين جاءوا بهذا التعريف لم نعرفه نحن لم يعرفه الجئان نحوي أعد نفسي نحويا قبل أن أعد نفسي بلاغيا لم نأتي بهذا التعريف وإنما جاء به من أهل النحو وهو صحة الكلام أن تنطقه بلا لحن حتى لو لم يؤدي إلى معنى وقد ذكر هذا الدكتور تمام حسان في كتابه اللغة بين المعيارية والوصفية وفي كتاب اللغة معناها ومبناها ذكر أنه لو جئت بكلام لا معنى له ولكنك ضبطت آخره على أن هذا فاعل وهذا مفعول به استقام كلامك ولا لحن فيه والنحو هو تصحيح اللسان من اللح فلا ترفع منصوبا او تجر مرفوعا او الى اخره خلط يعني في في هناك تلا التباس بين رجل منطلق ورجل في الدار نحن قلنا ان القضيه في رجل المنطلق زيد وزيد المنطلق والقضيه قضيه سياق وقضيه مقام السياق في العباره والمقام الخطابي المقام الخطابي هو الذي يحكم هذا وكأن الدكتور يقول انه اذا كان رجل منطلق صح ان يبتدأ بنكره واذا كان رجل في الدار لا يصح انا ما فهمت ماذا يريد الدكتور ان يفرق بينهما مع ان المعيار فيها هو ماذا؟ هو المقام ان كان في ذهن المخاطب ان رجل يقصد به رجل لمرأة صح ان تبتدئ بهذه النكره على ان تزيل اللبس الذي في ذهنه وان كان المقام على انه على ان المخاطب ليس بدينه شيء أصلا فإنه لا يصح الابتداء بالنكر لأنه لم يكن في ذهنه شيء قلت قبل ذلك أنه رجل كريم هذه لا مكان لها في أن تجعل رجل مبتدأ وكريم خبر سينتظر المخاطب منك أن تأتي بخبر سينتظر المخاطب أن تأتي له بخبر ولذلك لا يصح الابتداء بالنكرة ما لم يكن هناك ما يدل على أنك أردت بهذه النكرة أمرا موجودا في ذهن المخاطب إما أن تخالفه أو أن تؤكده له فإذا قلت رجل في الدار أو رجل منطلق معنى ذلك أنه ليس بامرأة سواء قلت رجل في الدار أو رجل منطلق أنك تريد أن تبين أنه من جنس الرجال لا من جنس النساء وشر أهر ذاناب أنت أعدته للسياق أو أعدته لأنه شر عظيم أهر ذاناب معنى هذا أنه أيضا في عند المخاطب ولذلك قال عبد القاهر أي شر لا خير عبد القاهر قال هذا أي أنه في ذهن المخاطب شيء أمر يبني عليه، وإن لم يكن في ذلك المخاطب، أمر يبني عليه لصح الابتداء بالنكره مطلقا. نعم نجوت وأرهنهم مالكا في قول السلولي نجوت وأرهنهم مالكا التعبير بالماضي بالمضارع عن الماضي، هذا متعارف عليه وموجود في القرآن الكريم، وفي قوله تعالى ومثلت أنت أن المضارع هنا مثل قوله كلب باسط كلب باسط من بالوسيط، لو كان المضارع يغني في قوله كلب باسط ذراعه بالوسيط كلبهم لا قال القران وكلبهم يبسط ذراعه بالوسيط وهذا غير صحيح وانما اختير اسم الفاعل هنا لانه لا يصح غيره ولا يصح مقارنه كلب باسط ذراعه بالوسيط بمجيء المضارع في مثل هذه الحاله طيب ننتقل للدكتور استاذ الدكتور سمير واشكر الاستاذ الدكتور بهاء وقد اثنى كثيرا الاستاذ الدكتور سمير على منهج البلاغيين القديم وهذا حق لهم علينا وهو علم لا يستهان به وعلم النحو ايضا الان هناك دعوه الى ترك الاوراق الصفراء وعلم ما قبل القرن السابع والبحث عن شيء جديد ونحن لسنا نوافق هذا الاستاذ الدكتور عبد الحميد بين النحو اولا تقول لماذا لم تقل البلاغه والنحو النحو اذا لم يوجد في البلاغه فلا بلاغه ولذلك بدات به لانه هو الاصل إذا لم يكن البلاغي نحويا فليس ببلاغي ولذلك خذ معي عبد القاهر يسمى عبد القاهر النحوي الكتب كلها والذين يعرفون يقولون عبد القاهر النحوي ثم خذ الزمخشري من كبار البلاغيين وهو نحوي ثم أخذ الشكاكي هو نحوي ثم الذين تلوه واحدا واحد كلهم نحاه كل البلاغيين نحاه حتى العصر الحديث العصر الحديث من كبار البلاغيين الصبان من كبار البلاغيين ويعرف على انه نحوي وهو من كبار البلاغيين. الدسوقي من كبار البلاغيين ويعرف على انه نحوي وهو الذي كتب الحاشيه على من افضل الحواشي اللي كتبت على المغني للدسوقي وهو بلاغي. وانا اقول من هذا المقام من ليس بنحوي متطلع في النحو بل يقول للبلاغه السلام عليكم، ولا ليس من اهل البلاغه. ولذلك انا بدات بالنحو لانه الاصل في البلاغه، وهذه المحاضره ليست للتفريق بين النحو والبلاغه، كلا، وانما هي لما لمعرفه اين ينتهي تنتهي كالصرف، اين ينتهي الصرف؟ ينتهي الصرف في البنيه. ولكن لا علاقة بآخر الكلمة يعني كلمة, كلمة 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 من كلمات الجملة نعالجها صرفيا داخل الجملة نعالج فيها الحروف كلها عدا الحرف الأخير يعالجها النحو فمن كلمة جاء زيد منطلقا منطلقا هذه نعالجها في في الصرف في حروفها كلها في بنيتها كلها عدا الحرف الأخير يعالج النحو إذا حدود الصرف معروف وحدود النحو معروفة ولا يمكن أحد أن يفرق بين النحو والصرف كل منا يعرف أن النحو له حدود والصرف له حدود كذلك البلاغة لكن لو عزلنا البلاغة عن النحو فلا قيمة لها ولذلك قلت لكم في بدايه المحاضره ان ان البلاغه اصلها واساسها في كتاب سيبويه، وكتاب سيبوي ولذلك قال الجرمي عن كتاب سيبويه حينما اثني عليه وقرأ كثيرا ممن من اثنى على كتاب سيبويه قال ماذا؟ قال لانه يعلمك التبتيس والنظر لا يعلمك النحو فقط. هذا الكتاب فيه بلاغه وفيه عقل وفيه الفكر العربي وفيه اللسان العربي وفيه ثقافه العرب. ليس نحو فقط، ولذلك الذي استخرجه النحاه منه هو المعيار فقط، اما الباقي في كتاب سيبويه فلم يخرج منه شيء. كتاب سيبويه مليء بالعلوم. وليس بعلم واحد هو علم النحو كتاب سيبويه فيه بلاغه وفي علم الدلاله وفيه صرف حتى انهم قالوا للصرف الصرف الذي جاء به الهراء انا اقول اساس علم الصرف موجود في كتاب سيبويه وليس في كتاب سيبويه نحو فقط وظنوا انه كتاب ولذلك هو كتاب في اللغه عموما وفي اداه اللسان هو كتاب شامل لكل المعرفه التي يحتاجها الانسان من الإنسان العربي الوظيفة البلاغية والوظيفة النحوية والدكتور عبد الحميد يرى أن النحو له وظيفة والبلاغة لها وظيفة هذا أمر نسبي ولكن الوظيفة النحوية هو أساس من أساس الوظيفة من أسس الوظيفة البلاغية ولو لم يكن للنحو ولذلك الشيخ عبد القاهر حينما تكلم عن التقديم قال التقديم على وجهين وعالجه معالجة نحوية قبل أن ينتقل البلاغة لذلك حينما تعالج القضية بلاغيا يجب أن تشبعها نحوا يجب أن تشبعها نحوا وليس هناك مسألة عند عبد القاهر ناقشها بلاغيا الا بعد ان يشبعها نحوا على سبيل المثال انا اتذكر ان احد الاساتذه هنا زعم ان واظنه الدكتور عبد العزيز زعم زعم ان البلاغه سنكتفي بهذا يا دكتور ان شاء الله زعم اجمل الاجابه زعم ان البلاغه بعض الاساتذه يا دكتور سيد نعم طيب لا لا نجيب ان شاء الله على دكتور ياسين أبو عبد العزيز البلاغ عند الجاحظ اساسيات وكما يسمونها ارهاصات وجاء بمقولات الهندي ومقولات الفارسي والى اخره ولكن البلاغه المعياريه والبلاغه التي اخذت الشكل الصحيح هو ما عند عبد القاهر ومن دكتور... وليه دكتورة... والصرف القضيه قضيه الاعجاز والصرفه لا علاقه لها بالكلام الذي كنا نتكلم فيه أ... ابو عبد العزيز ننتقل بعد هذا الى الرابع وهو الدكتور عبد الاستاذ الدكتور عبد العزيز وما اردت ان اقوله الامام آه الامام, الإمام يقول لك سلم الامام سلم آه قضيه قضيه الامام سلم, سلم. استاذ الدكتور عبد العزيز القرائن السياقيه هي التي تحكم البلاغه وكذلك القرائن يحتاجها النحو. استاذ محمد الثبيتي مهما قلنا في قوله ماذا حتى يكتب عند الله صديقا او صادقا بل النحو يبحث عن اخر الكلمه، قلت صديقا قلت صادقا وقلت صدوقا النحو يبحث عن اخر الكلمه لا يبحث عن غير ذلك. الاستاذ الدكتور سعد الغامدي اليوم هاجم النحو وهاجم البلاغه. يعني هو انا اعرف انه ليس من انصار القديم دكتور سعد ولذلك هاجم النحو اكثر مما هاجم البلاغه وانا اعترض وانا امنع ان يهاجم أحدا النحو احد احد يهاجم النحو انا ضد وليس كلامي في هذه المحاضرة ضد النحو ولكنني أبين الحدود والإطارات التي يقف عندها النحو النحو يقف عند ماذا؟ عند قضية ضبط المعيار الذي يستقيم به اللسان أما الوصول إلى المعنى والوصول إلى السياقات فهذه وظيفة بلاغية وهذا هو الذي يفرق بين المجالين بل صح يحدد حدود كل منهما الاستاذ الدكتور محمد ربيع وقف معنا في جانب وخالف في جانب اخر اما قضيه سبقناهم فقد ايضا نقول عند فريق اخر اسمه سبقونا ايضا ونجعل في مقابل سبقناهم سبقونا لكن انا اتعجب من الذين يفصلون بين السياقات المعرفيه كما قال الدكتور الدكتور عبد الله السنقيطي السياقات المعرفيه بين الامم لا شك أنه هناك اشتراك لكن كثير ممن يقول إنه ليس هناك أصول أو أسس لبعض الدراسات اللسانية الحديثة الموجودة عند الغربيين عند تشومسكي ولا سوسير أو أي واحد من المتأخرين ليس لها أصول معرفية عند العرب أقول طيب لماذا أنتم تقولون إن البلاغة والنحو مأخوذة من منطقة أرسطو ويجد في أحد منهم لا يمكن أن ينكر هذا فهم يقبلون أن نكون أخذنا من غيرنا لكن يكون غيرنا أخذ بنا فهذا مردود لماذا هذا الحكم الجائر اذا اذا قبلت ان يكون العرب في 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 علومهم في, حتى اصول الفقه قيل اخذت من منطقه ارسطو وهي ماخوذه من النص الشرعي اذا اخذ النحو والبلاغه من منطقه ارسطو فاقبلوا ان يكون هناك تاسيس يسير لبعض اللسانيات في كلام وحتى تشومسكي نص على انه قرا النحو العربي تومسكي نص على هذا وقال افدت من النحو العربي طيب كيف نقول انك افدت من النحو العربي ونحن نقول لا والله انك كذاب افدت من النحو العربي من اين بهذا؟ اذا كيف نحن انفسنا نقول نقول نشهد على انفسنا باننا فينا نقص وفينا علومنا مبتوره وعلومنا لا تصلح ان تسد مسد الدراسات اللسانيه الحديثه او على الاقل تكون لها علاقه بها. شكر الله لكم وصلى الله وسلم على محمد. نشكر لضيفنا هذا الجهد العلمي البايز في ورقته العلميه لما اشتملت عليه من ماده ثريه ومعلومات وافيه كما نشكر المداخلين على مداخلاتهم المثريه والتي أضافت لهذه المحاضرة القيمة. في ختام الأمسية ندعو عضو المجمع الدكتور سعيد القرني لتقديم الدرع التكريمي للضيف المحاضر لقاء جهوده العلمية التي من بينها محاضرة الليلة.